وحلاوة شمسنا أو حرنا يعني. صباح الخير على حضراتكم، حلقة جديدة وعشرة صبح في الأهلي النهاردة 23 مارس 2021. طبيعة الحال بيكون معانا أكيد فقرات وأخبار كتيرة، وزي ما كنا أنا وكريم بننوه امبارح طبعا الملف الأبرز هيكون المنتخب. صباح الخير. صباح العسل وصباح الفل على حضراتكم السادات والسادة مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان في العالم. يوم جديد ان شاء الله يكون يوم سعيد وجميل على كل حضراتكم، وكمان ان شاء الله حضراتكم تسعدوا معانا في حلقتنا النهارده اللي هتكون مليانه اخبار وموضوعات تهمنا كلنا. الغريب لو لاحظت دلوقتي ان الجو حر جدا زي ما حضراتكم اكيد اللي نزل يعني او اللي بتلعب في البلكونات او اللي سال الجو حر، بس مفيش اي يعني نوع من انواع الدلاله على ده، يعني لو تبص كده تحس ان الشتاء الجو برد جدا بس فعلا الجو حر جدا. صحيح. عايز اقول لحضراتكم يعني اي حد نازل ما يتقلش ابدا، او ممكن بقى يحط زي ما كان دكتور محمود بيقول لنا جاكيت معاه في العربيه، بس هو فعلا الجو حر حاليا جدا. زي ما متعودين لازم ننوه كده في البدايه عن الفقرات اللي معانا. فقره اولى هتكون معانا فاطمه هجرس، هي بطله مصر في الترايثلون، والفقره الثانيه ضيفنا كابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي السابق. نبدا بقى مع حضراتكم، وخلينا نبدا بخبر في غايه الاهميه وهو خاص باجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان بالامس، واللي كان في مقدمتها توجيه مجلس الاداره الشكر والتحيه لسياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي عن الفتره اللي قضاها باخلاص على راس الاداره التنفيذيه للنادي، ويتمنى ليه المجلس كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديده بعد تعيينه واستلام مهام عمله نائبا لرئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه، اللي بيعتز النادي الاهلي وبيسعد بشراكته الناجحه معاها من خلال مشروع الوحده الاقتصاديه. قرار المجلس جه في ظل التاكيد القاطع من جانب اللجنه القانونيه بالنادي برئاسه المستشار محمود فهمي على ان الجمع بين المنصبين في النادي والشركه في وقت واحد فيه تعارض للمصالح، فضلا على انه بيخالف كمان ثوابت الاهلي ولائحه النظام الاساسي للنادي. في بقى ذات السياق كمان قرر المجلس تكليف ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الاداره بالقيام باعمال المدير التنفيذي هنا متطوعا وبدون مقابل لحين اختيار مدير تنفيذي جديد. يعني عايزين نقول لسياده العميد ربنا ان شاء الله يوفقك في كل خطوه قادمه، ومن الشخصيات فعلا اللي كلنا بنعتز بيها وكمان بنحبها على المستوى الشخصي. كمان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب وافق في اجتماعه على تقديم تسهيلات جديده لكل الراغبين في الالتحاق بعضويه النادي الاهلي. ركزوا بقى معايا حضراتكم عشان الخبر ده مهم جدا. سيتم السماح ليهم بالاكتفاء بملء استماره الرغبات فقط لقبول العضويه، على ان يتم السماح للعضو بانه يستكمل باقي اوراقه فيما بعد. ليه كده؟ عشان تبقى متاحه قدامه فرصه يعني الاستفاده بالاسعار الحاليه للعضويه قبل ما تترفع قيمتها اعتبارا من اول ابريل المقبل. بالمناسبه بتبلغ قيمه العضويه العامه حاليا 500,000 جنيه بالنسبه للمؤهل العالي لجميع الفروع، و175,000 جنيه لفرع الشيخ زايد، و200,000 جنيه لفرع التجمع الخامس. بالنسبه للمؤهل دون العالي فتبلغ قيمه العضويه حاليا 600,000 جنيه لجميع الفروع، 250,000 جنيه لفرع الشيخ زايد، و300,000 جنيه لفرع التجمع الخامس. ومن المقرر ان ترتفع قيمه العضويه بعد تفعيل قرار الزياده بشكل رسمي في مطلع ابريل المقبل الى 750,000 جنيه طبعا بالنسبه للمؤهل العالي لجميع الفروع واللي هي العضويه العامه، و250,000 جنيه لفرع الشيخ زايد، و250,000 جنيه لفرع التجمع الخامس. بالنسبه للمؤهل دون العالي فسوف تصل قيمه العضويه الى 1,000,000 جنيه لجميع الفروع اللي هي العضويه العامه، و400,000 جنيه لفرع الشيخ زايد، و400,000 جنيه لفرع التجمع الخامس. خلينا نكمل مع حضراتكم ونستكمل برضو خطط النادي الإنشائية. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وافق بقى في اجتماعه على إنشاء حمام السباحة في المرحلة الأولى من أعمال تنفيذ فرع الأهلي بالتجمع، وذلك تلبية لرغبة الأعضاء. خلينا كمان ننوه إنه مهم جدا نقول إن المرحلة الأولى بتشمل هنا 70% من الأعمال الإنشائية بالفرع اللي هيتم افتتاحه بإذن الله هذا العام لخدمة أعضاء الأهلي. كمان من ضمن القرارات قرار مجلس الإدارة باستكمال تجهيزات وفرش غرف الألعاب الجماعية بالمدرج الجديد بملعب التتش، وده طبعا قبل تفعيل الترخيص اللي تم الحصول عليه سلفا بإزالة المدرج القديم بملعب مختار التتش خلال الأيام القليلة المقبلة.
نكمل مع حضراتكم برضو الاخبار الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي اللي وافق على سفر كل من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، امير توفيق مدير التعاقدات، وخالد بيبو مدير اكاديميه النادي لكره القدم للامارات عشان اختيار بقى التصميمات الجديده لملابس الفريق الاول لكره القدم وكمان قطاع الناشئين. سفر الثلاثي ده جه بناء على الدعوه اللي تلقاها النادي من الشركه المتعاقده مع النادي لتوريد ملابس الفريق الاول لكره القدم وقطاع الناشئين، يروح ويرجعوا ان شاء الله بالسلامه ويكون كمان الديزاين او التصميم يعني متميز باذن الله زي ما احنا متعودين. طيب نروح بقى على الاخبار الرياضيه. امبارح كان في مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، الفريق الاول لكره الطايره رجال بالنادي الاهلي حقق فوز مهم على حساب فريق الزمالك ضمن منافسات بطوله الدوري. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على حضور يعني اللقاء لمؤازره اللاعبين ومساندتهم خلال احداث المباراه، وفاز الاهلي على الزمالك في اشواط المباراه الثلاثه بنتيجه 25-13 25-18 و25-23 في اطار بطوله الدوري. طبعا اللعيبه من اول لحظه في الماتش الحقيقه ادوا بشكل رائع جدا وتحلوا بشخصيه وروح النادي الاهلي وكانوا على قدر المسؤوليه، وطبعا دي سمه الفريق بشكل عام في تحقيق الانتصارات. فالف مبروك. الف مبروك. وكان امبارح ناس كتيره جدا يا كريم كانوا مبسوطين وقعدوا يهنوا الفريق ويعني كانوا مبسوطين جدا باي انجاز، او بنبقى دايما مبسوطين جدا باي انجاز في اي رياضه خاصه بالاهلي حقيقه يعني، وبنتمنى مزيد ومزيد من التالق. وك 2020 كانوا شحلوا جدا على فكره على النادي الاهلي في رياضات مختلفه مش بس كره القدم، ونستكمل ده باذن الله. طيب خلينا بقى نروح لحاجه لفتت نظر ناس كتيره جدا امبارح، هي برده صوره للسويدي ابراهيموفيتش اللي عاد من جديد لمنتخب بلده بعد غياب هنا كان 5 سنين. حكايه يعني خلينا نقف عندها شويه ونحكي عن تفاصيلها كمان امبارح، لان في المؤتمر الصحفي هو كان ليه تصريح كمان قال انا اشعر وكان الحياه قد عادت من جديد، والكلام ده بقوله او قاله وهو بيبدو كسر جدا وكان متاثر جدا. ابتعاد خليني اقول لحضراتكم برضو ابراهيموفيتش عن المنتخب كان بسبب خلاف مع رئيس الاتحاد السويدي، وبرغم ان زي ما احنا عارفين ان هو عنده 39 سنه الا ان هو ما زال عنده القدره التهديفيه، وبنشوف ده كمان مع ميلان والتطور بصراحه اللي حصل من وقت ما عاد للدوري الايطالي. زي ما بيقولوا كده ابراهيموفيتش يعني حاله نادره يعني ملوش مثيل، او انا عشان بحبه يمكن، بس انا بشوف ان هو من الرياضيين او لعيبه الكوره في العالم اللي مالهمش فعلا مثيل. وهو دايما طبعا انت عارف ان هو دايما بيتكلم عن نفسه بصيغه فيها مش غرور على فكره، بس لا لا ما تقولش كده يا كريم. لا لا امال امال الغرور ايه يعني؟ لو مش ابراهيموفيتش مغرور اقول لك ليه؟ مين بقى اللي مغرور؟ الغرور ان الشخص شايف نفسه حاجه وهو ما عندوش اصلا الـ يعني من الكفاءه ان هو يتغر، لكن ده عنده يعني هو بصراحه حقه. طب اسالك سؤال، اسأل. ربنا صرف لك منحه ما نعمه ما نتملك بيها على مخاليق ربنا، ولا نحمد ربنا ونشكر ونتواضع مع الناس؟ يعني نشكر ربنا نفرح بيها. بص مش معاكي بالترتيب، رقم واحد لعيب استثنائي، لعيب استثنائي مفيش شك انه لعيب مختلف، كاريزماتيك بشكل رهيب، واثق من نفسه بشكل رهيب، بس هي الفكره في ايه؟ مش بس التعالي يا هوند، هو التعالي والتقليل من شان الاخرين. لا دي بقى دي اللي مشكله كبيره عندك. التقليل من شان الاخر ده مش صح. ومن يومه خلي بالك، من يومه مش بس بعد ما تالق وابتدى يبقى اسم بارز في دنيا كره القدم، من اول لحظه في يعني ليه مع الرياضه دي وهو بيتعامل بنفس الطريقه. بس هقول لك حاجه، دايما دور على الباك جراوند. ابراهيموفيتش من اللعيبه لو فكرت او بصيت على تاريخه، هو كان في الاول مضطهد جدا وما كانش حد في بدايته مؤمن بيه، يعني هو قال حتى قبل كده انا عانيت كتير جدا وناس كتير كانت منتظره ان انا اقع، لكن انا كنت كل مره بثبت لهم ان انا بقف اقوى من الاول. فده في حد ذاته انا بحب الموتيف ده، انا بحب الناس دي جدا. فدي نقطه، بس انا معاك برضو يعني مش شرط ده ينعكس على رهيب. تابعي اي مؤتمر صحفي ليه، تابعي اي لقاء ليه، تابعي اي تويته ليه او اي بوست هو منزله، رهيب. المهم برضو عشان نكون أمنا وصراحة، لما نتكلم عن إبراهيموفيتش يبقى في أرقام مهمة لازم كلنا نقولها ونتوقف عندها، لأنه صاحب الرقم القياسي في تسجيل الأهداف مع المنتخب السويدي برصيد 62 هدف في 112 مباراة لعبها خلال الفترة من 2001 وحتى 2016. هنا كمان مهم إن احنا نقول إنه لو تم اختياره في تشكيل مباراة السويد وجورجيا يوم الخميس الجاي إن شاء الله، طبعا في إطار التصفيات المؤهلة للمونديال 2022، هيبقى أكبر لاعب مشارك مع المنتخب في تاريخ السويد. اللقطة هنا بقى مش إنه هيكون أكبر لاعب بس يعني لمجرد إن هي هتكون لقطة للتاريخ، لا، إبراهيموفيتش لأول مرة في مسيرته
ودي الحاجه اللي حصلت امبارح، ظهر بشكل يعني جديد مش معتاد عليه، انه متاثر جدا ويعني فاضل له سنه كمان ويبكي وهو في المؤتمر الصحفي. قال انتظر حماس ابني وانا اشارك مع منتخب بلادي. طبعا في ناس كتير ما كانتش مصدقه المشهد اللي قدامها، يعني هذا الشخص المتعجرف دائما يبدو متاثرا، دي حاجه يعني ايه كتير من الناس وقفوا عليها. انا بتفق معاك، عشان كده كنت بقول في بدايه الخبر ان فعلا ناس كتير كانت علقت على تويتر تحديدا، وده كان فعلا بسبب التصريحات اللي هو كان دايما بيقولها اللي مثيره للجدل على مدار مسيرته مع اللاعبين او حتى مع كان مع المدربين او اوقات كمان كان مع الجمهور على فكره. بس يعني بعد ما قال، يعني قال بعد ما الفريق بتاعي عمل نتائج كويسه اخر الموسم اللي فات، انا هنا لاعب ومدرب ورئيس نادي، هو كان بيتكلم عن نفسه او بيوصف نفسه بهذا الشكل. وكان في رساله برضو وجهها لكريستيانو رونالدو لو احنا فاكرين، لما قال انا جيت الدوري الايطالي عشان تحدي جديد، فقال له ليس تحدي، فريقك بياخد الدوري كل موسم، بل التحدي هو ما افعله انا مع ميلان. يعني على كل حال هو ده نموذج، ده مثال يعني. وبرده بالمناسبه من ضمن تصريحاته المتعجرفه لما اتسال وهو ضيف الاستوديو التحليلي المونديال 2018، المذيعين بيسالوه يعني ايه رايك او ليه كلنا شايفين سوء اداء للسويد، قال لهم عشان انا قاعد معاكم هنا. ببساطة شديدة جدا، يعني لا دخل بقى في تحليل ولا أصل الخطة والحكاية والرواية، عشان أنا قاعد معاكم هنا. طب ما هو كده معناه إن هو إيه يعني زير العداد بالنسبة لبقية اللعيبة. عموما دي طبيعته بالمناسبة، ومن الواضح تماما إن هو مش بيصطنع هذا الشيء. حتى بالمناسبة كان عنده موقف لما كان عنده 17 سنة، مدرب أرسنال الإنجليزي كان عايز يختبره مع الفريق، فرد عليه بالنص وقال له إبراهيموفيتش لا يخضع لاختبارات. بس كده والله العظيم. يعني باختصار او يعني نختصر الحدوته، ابراهيموفيتش هو نفسه الحدوته الحقيقه. مش عارفه بحبه برضه يعني، هو بغض النظر بياخد عينك على طول. ما هو كاريزما مش طبيعيه يعني. هو من اكتر اللاعبين اللي انا بحبهم هو ابراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو الاثنين. خلينا بقى نروح لاخبار المنتخب، لان اكيد زي ما كنا بنقول ده خبر مهم جدا او ملف في غايه الاهميه. امبارح بقى شاهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مران منتخب مصر في استاد القاهره الدولي، ده استعدادا لمواجهتي هنا كينيا وجزر القمر المقرر ليها يوم 25-29 مارس الجاري، وده في ختام التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2022 المقرر اقامتها بالكاميرون، وبتضم هنا مجموعه منتخب مصر كل من جزر القمر وكينيا وتوجو. طبعا كلنا بندعم وبندعي للاعبتنا لعيبه المنتخب الوطني، وان شاء الله يكون الفوز حالفهم في المباراتين اللي جايين والتاهل لبطوله كاس الامم الافريقيه بالكاميرون. وطبعا كلنا بننتظر منهم اداء مميز يطمئن الجماهير المصريه. طبعا منتخب مصر محتاج لنقطه واحده للتاهل الى بطوله كاس الامم الافريقيه بالكاميرون. احنا داخلين مباراه امام كينيا ومنتخبنا معاه 8 نقاط في صدارة المجموعة، طبعا بالتساوي مع منتخب جزر القمر في عدد النقاط، بينما منتخب كينيا لديه 3 نقاط فقط ومنتخب توجو نقطة واحدة. طبعا اللي يعني هيتأهل للبطولة دي هو أول وتاني كل مجموعة. نروح بقى لحالة الطقس زي ما احنا متعودين مع حضراتكم ودرجات الحرارة ونرجع نكمل. انت شفت اسوان كام والاقصر؟ لا 42. الله ربنا بقى يسترها كمان في الصيف.
يعني كمان شهرين من دلوقتي. انت عارف المشكله في ايه؟ يعني سيبك من فكره هنا الناس اللي هي حتى رايحه سياحه داخليه او حتى خارجيه، فكره الناس اللي بتشتغل بقى في الشارع يعني عساكر المرور، الناس اللي بطبيعه شغلها لازم تكون متواجده على الارض يعني في مواقع حاجات زي كده، دول حقيقي ربنا يعني صحيح. يكون في عونهم. وزي ما احنا بنقول دايما والارشادات دايما بتقال ميه كتير جدا، يا ريت نحاول ان احنا ما نوقفش في الشمس على قد ما نقدر، نلبس يعني حتى لو مشتغل في الشارع على قد ما نقدر ما نوقفش يعني في حته دايركت فيها او بشكل مباشر فيها شمس. يعني على كل حال ربنا معانا، لان واضح ان هو هيكون صيف يعني شاق جدا. ربنا يصلح الحال ويهون علينا جميعا. فاصل سريع ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، رجعنا لكم عشان نكمل كلامنا، ودلوقتي هنتعرف مع بعض على اخر الاخبار واخر المستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه اللي فيه مع مراسلنا وزميلنا العزيز مينا ماهر الموجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مينا صباح الفل عليك، سامعينك، اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نعوان، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. 10 الصبح في الأهلي ويوم جديد، وبتمنى يعني إن شاء الله أن يكون يوم مليان بالخير والسعادة والتفاؤل على كل الناس. يعني من ملعب مختار التتش وكالعادة بنطلعكم على كل ما هو جديد في أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة. يمكن البداية بتدريب فريق كرة بالنادي الأهلي، يعني يمكن بعد توقف دام حوالي أسبوع بيرجع تاني فريق النادي الأهلي للتدريبات من جديد، يعني استعدادا طبعا لمباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ده طبعا بعد الأداء الكبير اللي قدمه فريق النادي الأهلي أمام فريق فيتا كلوب في عقل دياره، وقدر فريق النادي الأهلي أنه يفوز بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. يمكن كان في كده استغلال للراحة السلبية اللي منحها مستر بيتسو موسيماني، يمكن لو زميلي عوضة يقدر يجيب لنا ملعب مختار التتش، كان في استغلال للراحة السلبية بصيانة ملعب مختار التتش، يمكن تم عمل صيانة كاملة للنجيلة الموجودة بملعب مختار التتش. بصراحة يعني حاجة تدعو للفخر ان ملعب زي ملعب مختار التتش ده يكون مكان هنا بعد مكان لتدريب النادي الأهلي بعد الصيانة اللي كانت عليه، وأيضا كان كمان تغيير مقاعد البدلاء بالنادي الأهلي هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بملعب مختار التتش. وأيضا يعني يمكن ده كله في سبيل يعني توفير كل سبل الراحة لفريق النادي الأهلي واللاعبين. وأيضا كمان يعني قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب إزالة المدرج القديم بملعب مختار التتش. يعني لم يعلن حتى الآن إيه اللي هيبقى مكانه، لكن خلاص في خلال أيام قليلة هيكون إزالة المدرج القديم بملعب مختار التتش. يمكن كمان الخبر السار لكل جماهير النادي الأهلي يعني عودة الحاوي وخاتم سليمان، وكابتن وليد سليمان هيعود مرة أخرى للتدريبات في خلال الأيام القليلة القادمة. يعني النهاردة إن شاء الله في التدريب هيكون في جلسة بين مستر موسيماني ودكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق وأيضا كابتن وليد سليمان، يعني بيتكلموا فيها عن مدى جاهزية اللاعب للعودة مرة أخرى للتدريبات وللمباريات بشكل أساسي. كلنا طبعا بنتمنى التوفيق لفريق النادي الأهلي إنه يعني التدريبات الأيام المقبلة وإن شاء الله يقدم مستوى طيب ومستوى المطلوب دايما أمام فريق المريخ السوداني. يمكن بقى لو هنروح للفرق الأخرى والصلاة، فلا صوت يعلو فوق صوت مباراة أمس أمام فريق نادي الزمالك. يمكن فريق النادي الأهلي امبارح لكرة الطائرة قدم أداء أكثر من رائع بحضور كابتن محمود الخطيب بصالة المقاولون العرب. قدر ماسترز الأهلي أن يفوزوا على فريق نادي الزمالك بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. يعني يمكن الشوط الأول كان فيه شبه اكتساح لفريق نادي الأهلي بنتيجة 25 مقابل 13، والشوط الثاني بنتيجة 25 مقابل 18، ولكن الشوط الأخير والثالث يعني كان نادي الزمالك قدر يستعد ثقة مرة تانية في المباراة، ولكن بخبرة نادي الأهلي وخبرة اللاعبين قدروا أن هم يحسموا الشوط بشكل ولا أروع بنتيجة 25 مقابل 23. يمكن امبارح كان في تألق كبير جدا من محترفي الفريق، يمكن كرايزمر وريموند قدموا اداء اكثر من رائع، ايضا احمد صلاح واحمد سعيد وعبد الله عبد السلام، مش عايز انسى حد بصراحه لعيبه النادي الاهلي كانوا امبارح يعني قدموا اداء مشرف للغايه، وقدرنا نفوز على الغريم التقليدي فريق نادي الزمالك. هارد لك طبعا لفريق نادي الزمالك، والف مليون مبروك لفريق النادي الاهلي لكره الطائره ان شاء الله يعني لمزيد من النجاح والانتصار في المباريات المقبله. ايضا سيدات طائره الاهلي حققوا فوز قوي على فريق نادي الشمس بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط ضمن فعاليات بطولة الدوري. أيضا رجال سلة الأهلي يفوز فوز قوي جدا على فريق طلائع الجيش بنتيجة 86 مقابل 63 ضمن فعاليات بطولة الدوري العام.
وشباب سلة الأهلي 20 سنة حققوا فوز كبير على وادي دجلة بنتيجة 71 مقابل 61 ضمن نهائيات بطولة الجمهورية. أخيرا سيدات الأهلي لكرة السلة النهاردة هيكون في مباراة قوية جدا أمام فريق نادي سموحة الساعة 6 على صالة الشهداء ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري. طبعا كلنا عارفين يعني فريق سيدات كرة السلة بنادي الأهلي ماشي الحمد لله يعني بشكل قوي جدا، ماشي انتصارات يعني ربنا يا رب يكرمهم إن شاء الله ويقدروا يفوزوا في المباراة المقبلة ويكلل تعبهم بحصد أكثر من بطولة في هذا الموسم. دي كل الأخبار والكواليس المتعلقة بالنادي الأهلي. لو في أي استفسارات أو أسئلة أنا معاكم على مدار اليوم. ولا أي حاجة غير كل شكر ليك زميلنا العزيز مينا ماهر مراسل قناة النادي الأهلي. صباح الفل عليك. شكرا جدا زميلنا العزيز مينا. وخلينا بقى دلوقتي نروح مقر تحديدا جريدة الجمهورية ومراسلتنا مريم سميح، تابع هناك بقى أخبار الرياضة في الصحف والمواقع المحلية والعالمية، معها كمان ضيفها الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي. مريم بنصبح عليك أنا وكريم طبعا في البداية، وأكيد عايزين نبدأ معاكي بالملف الأبرز والأهم دلوقتي على الساحة الرياضية وهو المنتخب، إن هو مفروض هيغادر البعثة، هتغادر يعني عصر اليوم، فخلينا نعرف منك برضو تفاصيل أكتر. تفضلي. بصبح عليك يا نهواند، وكمان بصبح عليك يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. زي ما عودناكم يعني جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة الجمهورية، وفعلا يا نهواند هو الملف الأبرز طبعا، هو يعني جميع الصحف بتتحدث عن منتخبنا الوطني ومغادرته اليوم، وكمان المران الأخير اللي هيخوضه، ومحتاجين إيه كمان علشان يعني نخوض المرحلة المقبلة. خلينا نبدأ بالعناوين قبل ما يكون معانا طبعا عن لقاء مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ حسام الغرباوي. العناوين معانا النهاردة، البداية من صحيفة الجمهورية: منتخبنا المغوار يسعى لتتويج المشوار، البعثة تغادر لكينيا بحثا عن نقطة التأهل. كمان من اليوم السابع محمد صلاح يوزع السعادة في ميران الفراعنة قبل مواجهة كينيا. ومن بوابة أخبار اليوم: مصر مرشحة لاستضافة بطولة العالم للقوة البدنية 2023. ومن جريدة الشروق: رسميا إقامة قرعة منافسات كرة القدم في الأولمبياد بمقر الفيفا. وأخيرا من روسيا اليوم: وفاة أسطورة الليكرز إلجن بايلر عن 86 عام. طبعا هنتحدث ونتناقش كمان ويكون معانا تحليل لكل هذه العناوين مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي والكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية. في البداية أستاذ حسام طبعا بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. يمكن الملف الأبرز فعلا، وكان في يعني ملف متكامل داخل صحيفة الجمهورية عن بعثة المنتخب، المران الأخير اللي هتخوض اليوم يعني صفوف المنتخب. كمان عايزين نتكلم إن في حالة من القلق بسبب مسحة كورونا اللي هتتم بعد وصول البعثة، ده طبعا بسبب إنه في قلق كبير إنه يعني يطلع فيه إيجابية في مسحة أي لاعب، ويتم على هذا الأساس استبعاد أي منهم. فعايزة أخد رأي حضرتك أكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ان طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله انا عايز ان ما يبقاش في قلق خالص. دي مش جديده على منتخب مصر، منتخب عريق وليه تاريخ كبير في المواجهات خاصه الافريقيه. اما الظروف الصعبه اللي احنا مر بيها بسبب جائحه كورونا، فده ما فيش برضو اي قلق، لان اكيد طبعا هم بيدخلوا من المعسكر بيتم عمل مساحات طبيه لجميع اللاعبين، واكيد في اطمئنان كبير على اللاعبين. ولكن طبعا ده هو القلق من هناك والمعدات واللجنه الطبيه او المتخصصين ان هم هيجروا المساحات، ولكن اكيد طبعا البعثه فيها الاطباء وفيها الاخصائيين بالقصه دي، واكيد متابعين، واكيد طبعا اي لاعب يظهر عليه الاعراض طبعا ما فيش خالص. فاحنا طبعا بنطمن الجمهور منتخب مصر وجميع الجماهير المصريه، وان شاء الله باذن الله اكيد الكابتن حسام بدري طبعا ذاكر كويس قوي المنتخب المنافس، واحنا طبعا مصر كان ليها اليد العليا على بصراحه المنتخب الكيني في اغلب المواجهات، يعني احنا كل المواجهات كان اغلبها فوز لمصر،
شاء الله، وبإذن الله أكيد هو طبعا إن احنا نحصل على نقطة ليس بمستحيل على منتخب مصر، خاصة إن احنا عندنا نجوم محليين ومحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح، أكيد مش يعني مش هيبقى مستحيل عليهم نحقق النقطة ونتأهل رسميا إن شاء الله، رغم إن هو طبعا كتير يتكلموا على المناخ الصعب والرطوبة، ولكن أنا من وجهة نظري شايف إن المناخ قريب جدا من مصر، مصر برضو فيها درجات مرتفعة في الحرارة والرطوبة، فأكيد اللاعبين المصريين برضو معتادين على هذه الأجواء، وإن شاء الله يحققوا المكسب، خاصة إن المرة دي كمان منتخب ليه عناصر جيدة، تم شبابية قوية ومحترفين في كثير من سواء الدول الأوروبية أو العربية، فطبعا عندهم دافع قوي جدا يحققوا ونوصل بإذن الله للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ونخش بكأس العالم بهذه العناصر بقوة، ونحقق اللي احنا كنا عايزين نحققه، غير زمان ان احنا نطلع من أدوار 16 أو الأدوار الأولى، وإن شاء الله نكمل ونحقق أكتر زي ما كانت السعودية حققت والجزائر في المونديالات السابقة، وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا المصري إن شاء الله. طبعا يعني الفرعون محمد صلاح كان عناوين كتيره جدا بتتكلم عنه، المران هو نشر كمان يعني عبر حسابه على انستغرام لقطات من المران، الحاله اللي بيخلقها محمد صلاح خاصه ان هو لاعب كبير وكل العالم دايما بيتحدث عنه. شيء طبيعي، محمد صلاح هو اصبح ايقونه مصر والعرب والقاره الافريقيه، ومحمد صلاح هو نجم عالمي، يعني احنا لو حطينا اسم تاني ولو جه ميسي مثلا وبيلعب، شيء طبيعي انه هيدخل السرور والبهجة على جميع اللاعبين، وهيبقوا عايزين يقربوا منه وعايزين يجاروه في المستوى الكبير الفني والبدني، فشيء طبيعي ان هو هتبقى فيه حالة من السعادة والثقة اللي هو طبعا هيساعد فيها محمد صلاح، خاصة الروح المعنوية، وده على ما اعتقد ان هيبقى فيه لقاء كبير او لقاء خاص ما بين الكابتن حسام البدري محمد صلاح، بحيث ان هو هيساعده طبعا في رفع الروح المعنويه لجميع اللاعبين الموجودين، واكيد هيدي دفعه معنويه كبيره للاعبين الموجودين، وهيدي ثقه، وده شيء طبيعي شيء ايجابي جدا بالذات في المباراه دي، لان احنا باذن الله ان شاء الله ما هنكسبها ولو بنقطه واحده، وعلى ما اظن ان شاء الله احنا هناخد الثلاث نقاط باذن الله، محمد صلاح هيشارك فيها، وهو ده كمان طبيعه محمد صلاح، انه بيطفي روح من المرح وما بين زمايله، بيتعامل معاهم وبيهزر معاهم وبيتكلم وبيقعد، يعني انا كنت بشوفه حتى لما بيكون في سفريات خاصه او حاجه، او في اما كنا بنسافر مع المنتخب بيقعد مع كل اللاعبين بشكل جماعي وبشكل فردي، وبيتكلم وفيه يعني تملي حديث اخوي ما بينهم بعض، خاصه ان بيقعدوا فترات كبيره ما بيشوفوه بعض خالص، فدي طبعا فتره يعني اللي هي فرصه ان هم يشوفوا قربوا من بعض وتبادلوا الحديث وتبادلوا الاخبار اللي هم طبعا فاتتهم، وان شاء الله باذن الله هيكون محمد صلاح باذن الله اللي هي كلمه السر في المباراه القادمه، وان شاء الله مصر تفوز ان شاء الله. طيب دايما مصر برضو يعني بعد استضافتها لكأس العالم لليد، وان هي اصبحت رائدة في استضافة البطولات العالمية، في كمان يعني مقترح ان تقام بطولة العالم للقوة البدنية 2023، ده طبعا يعني بعد نجاح المرحلة الثانية للبطولة العربية. عايزك اكتر يا استاذ حسام تكلمني عن يعني مصر وان هي بقت رائدة في استضافة هذه البطولة. شيء طبيعي بعد نجاح مصر في إدارة واستضافة كأس العالم لكرة اليد، وإزاي إحنا أبهرنا العالم بالطريقة الجديدة، إزاي إن أنا استضيف بطولة ضخمة جدا ب 32 منتخب بالبعثات كبيرة قوي، بدون ما يبقى فيه مشكلة أو يحصل يعني مشاكل كبيرة، أو هيبقى فيه مثلا إصابات ضخمة، وده اللي أذهل العالم، فبقى في ثقة كبيرة جدا في مصر وما تملكه من إمكانيات وخبراء في القصة دي، فشيء طبيعي هيبقى أنظار العالم متجهة للمصر، وهيبقى في نوع من الطمأنينة الكبيرة إن مصر تدير أي بطولة، فما بالك إن إحنا هنستضيف بطولة زي القوة البدنية، فشيء طبيعي هيتم الموافقة لمصر بدون ما إحنا ما نحط شروط أو نطالب إن يبقى في ملف معين إيه الضمانات، لا مصر خلاص بقت ماشية على نظام احترازي صارم، خاصة في المسابقات الدولية أصبح لمصر هي أنا بعتبرها هي يعني أقوى
دولة في العالم في استضافة البطولات الكبيرة بعد ما كثير من الدول العالم أجلت بطولاتها، وكان منها الأولمبياد وكثير من الدوريات وقفت، إلا مصر إن شاء الله فعلا حطت خطة كويسة ونجحت في تنفيذها، وده اللي أبهر العالم، فشيء طبيعي إن احنا نستضيف بطولة زي كده. ننتقل للكرة العالمية. طبعا يوم 21 إبريل المقبل بيشهد يعني إقامة كرة منافسات كرة القدم في الأولمبياد بمقر الفيفا. طبعا احنا نتمنى طبعا التوفيق للكابتن شوقي غريب وجميع لجميع اللاعبين الموجودين ان شاء الله في الاولمبياد، وطبعا احنا بنمثل القاره السمراء مع كوت ديفوار وجنوب افريقيا، ونتمنى طبعا ان احنا ان شاء الله نحقق ميداليه، وطبعا ده مش هيجي بالسهل لما القرعه تبان. احنا المفروض طبعا احنا اكيد الكابتن شوقي غريب درس جميع المنتخبات المتوقع لقائها، وده شيء طبيعي ان خلاص بقينا في وقت محترف واغلب اللاعبين محترفين بره ويملكوا قدرات كبيره جدا زيهم زي اللاعبين المحترفين، فشيء طبيعي ان هو اكيد حط سيناريوهات كتيره جدا تبقى متوافقه مع ظهور النتيجه بتاعه القرعه ان شاء الله، وباذن الله هو هيختار بقى من خلالها العناصر ان شاء الله والتشكيل الاساسي اللي هيقدر يخوض اولى المباريات بحيث تبقى دفعه قويه لان كان مشرف في المشوار في الاولمبياد، وباذن الله يحقق ميداليه جديده ومبارك له باسم مصر وتاريخ وجديد يضاف الى التاريخ المصري في عالم الرياضه وكره القدم ان شاء الله. دايما مع وفاه اي اسطوره في اي يعني لعبه، كمان كان في وفاه اسطوره الليكرز إلجن بيلر عن عمر 86 عام. يمكن كل الصفحات وكل مواقع التواصل الاجتماعي كان في حزن شديد على وفاته، يمكن في استرجاع كمان يعني لانجازاته في هذه اللعبه، فعايزه اعرف من حضرتك اكتر حاله الحزن الكبيره اللي بتبقى موجوده على اي اسطوره بعد الوفاه. طبعا خالص تعازي لوفاه الاسطوره السله ولجميع المحبين للرياضه. طبعا هو شيء طبيعي، السله من اللعبات الرئيسيه على مستوى العالم والمحبوبه جدا، وان اغلب الناس بيتابعوها، وهو طبعا من اللاعبين اللي هم مهمين جدا، قدر ان هو في تاريخه حقق 4 مرات دوري المحترفين، وشارك كمدرب يعني 4 مرات، وده طبعا خلى فيه ظهور كتير ليه، وهو ملاعب وهو مدرب، فشيء طبيعي خلى الناس متعلقه بيه، فشيء طبيعي ما هيجي يعني يتوفاه الله، فشيء طبيعي ان هو هيأثر في جميع المحبي لكرة السلة. ولكن طبعا احنا المفروض دي سنة الحياة، وان احنا نتعلم بقى من هذه النماذج ازاي كان بيعيش، ازاي وصل، ازاي الناس حبته ليه، اكيد طبعا مع اجتهاد كبير ليه وحب ليه، ان احنا المفروض نتأسى بقى ازاي اللعيبة او اللاعبين المحليين وخاصة مصر ازاي ده وصل وبقى اسطورة ونجم، وهو ده اللي احنا نتعلم منه رغم يعني الوفاة والحزن اللي ممكن يسود بين محبي اللعبه، وهو ده اللي احنا لازم نتعلمه ان شاء الله، وخالص التعازي يعني ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ حسام، نورتنا وشرفتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. ده طبعا كان حوارنا على هامش جولتنا الصحفيه النهارده من داخل مقر جريده الجمهوريه. بشكركم جدا، العوده ليكم مره اخرى. يعني تغطيه هي اكثر من رائعه، شكرا ليكي جدا يا مريم، وشكرا ليك جدا برضه زميلنا العزيز مينا من التتش. شكرا. طيب خشوا بينا بقى على النوستالجيا، حيث الذكريات الحلوه والاحداث المميزه، زي النهارده يوم 23 مارس ولكن من العام 1937، ده كان يوم ميلاد كابتن عزت ابو الروس، وطبعا ده نجم من نجوم النادي الاهلي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، اللاعب اللي ابتدى مشواره الكروي بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي سنه 51، ولعب للفريق الاول بدايه من موسم 56-57 وحتى نهايه موسم 66-67. طبعا ساهم في فوز النادي الاهلي ب3 بطولات للدوري العام وبطوله لكاس مصر وبطوله لدوري القاهره، شغل منصب مدير الكره بالنادي الاهلي مرتين، المره الاولى سنه 74 ودي الفتره اللي ظهر فيها جيل التلامذه اللي اعاد البطولات للنادي الاهلي من جديد، والمره الثانيه كانت في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ايضا شغل منصب مدير مشروع البراعم باتحاد الكره عام 1992، وطبعا بنقول كل سنه وحضرتك طيب وبخير وبسعاده يا رب. كل سنة وحضرتك طيب، وأكيد كل الأهلوية أكيد برضو يعني بيقولوا لحضرتك كل سنة وانت طيب ومزيد ومزيد من التألق. بس احنا عندنا تاريخ تاني بقى برضو النهاردة
زي النهارده برضه 23 مارس، بس بقى عام 97 كان ميلاد احمد رمضان بيكرم لاعب الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي، واللي بدا مشواره الكروي بقطاع الناشئين بالنادي وصعد الفريق الاول موسم 2016-2017، وانتقل بعد كده على سبيل الاعاره لنادي وادي دجله، ده كان 2018 قبل بقى ما يعود الاهلي مره اخرى مطلع موسم 2020-2021، وكان ضمن قائمة الفريق الأول زي ما احنا عارفين للنادي الأهلي، واللي فازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2021. كل سنة وانت طيب يا كابتن وبخير وسعادة إن شاء الله. وإلى أخبار الرياضة العالمية، صعدت الروسية داريا كاساتكينا إلى المركز رقم 42 في تصنيف محترفات كرة المضرب عقب تتويجها بلقب بطولة سان بيترسبرغ الروسية، كانت قبل كده في المركز 61 عالميا قبل انطلاق هذه البطولة اللي توجت بيها بعد انسحاب مارغريتا جاسباريان من المباراة النهائية بسبب الإصابة، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم كاساتكينا بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد في المجموعة الثانية، ده طبعا بعد ما حسمت المجموعة الأولى لمصلحتها بنتيجة 6-3. ده يعتبر هو اللقب الرابع لكاساتكينا اللي بتبلغ من العمر 23 سنة خلال مسيرتها الاحترافية، والتاني هذا الموسم بعد لقب بطولة ملبورن الأسترالية اللي أحرزته في فبراير الماضي. هنروح لخبر بعد كده، وزي ما احنا عارفين بيبقى في دايما أو أوقات كتيرة برضو في الساحة الرياضية بعض الأخبار الحزينة أو بعض الأحداث اللي بتحصل أكيد بتبقى حزينة بالنسبة للجمهور وبالنسبة لأي حد بيستمع ليها أو بيتابع. الخبر اللي معانا وهو مش بس حزين، هو غريب شوية، لأن في هنا مصر راكبة الأمواج السلفادورية كاترين دياز اللي عمرها 22 سنة، السبب إيه بقى؟ السبب ضربها برق أثناء تدريباتها بالقرب من منزلها على شاطئ مدينة التونكو على ساحل المحيط الهادي. هي كانت بتعمل إيه؟ كانت بتتدرب تحضيرا للتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو لهذا العام. البرق وهي بتتمرن ضربها ويعني لقت حتفها على الفور زي ما حضراتكم يعني شفتوا في الصور. هي حاجة طبعا يعني غريبة أو يعني سبب للوفاة مش فاميليير أو مش بنسمعه مثلا كل فترة حتى، فبس أكيد عمرها. بس طبعا زي ما كنت بقول لحضراتكم هو خبر حزين وأحزن ناس كتيرة جدا خصوصا يعني في رياضة ركوب الأمواج، فمش عارفة 22 سنة برضو صغيرة قوي، مش من الأسباب المعتادة للوفاة في دول العالم العربي عموما. لا، في دول معينة اللي هو عندهم النوع ده من الظواهر الطبيعية برضه مش كتير قوي، بس ايه وارد تسمعي خبر زي كده، لكن احنا في المنطقه دي يعني الحمد لله ما عندناش كده. وفي الوقت ده وفي المكان ده يعني حاجه عجيبه فعلا. سبحان الله. عموما نروح بقى مع حضراتكم مره تانية لرياضه التنس، حيث فازت اللاعبه الكنديه ليلا فرنانديز بلقب بطوله مونتري المفتوحه للتنس بعد تغلبها في المباراه النهائيه على منافستها السويسريه فيكتوريا جولوبيتش بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6-1 و6-4. نروح بقى لرياضة الجولف اللي فاز فيها جاستين هاردينج بلقب بطولة كينيا ماجيكال المفتوحة للجولف اللي اختتمت منافساتها في العاصمة نيروبي. خليني أقول لحضراتكم هاردينج هو أكمل الجولة الختامية في 66 ضربة لينال اللقب بمجموع هنا 21 ضربة تحت المعدل. ونروح بقى على رياضة التزلج على جليد، حيث فاز اللاعب النرويجي يارل ماجنس بلقب جولة التزلج المزدوج في ألمانيا ليعزز من موقعه في صدارة الترتيب بالعام لبطولة كأس العالم للتزلج الشمالي. الواحد بيشوف التلج في التقارير دي بيحزن يعني بجد بيحزن، لأن مش عارف أنا كان مش عارف أنا مفروض كنت أبقى في يعني في مكان فيه تلج بس. على فكرة في ناس بقى عكسك ما يقدروش يقعدوا فترة زمنية طويلة في مكان ما فيهوش غير تلج، خلي بالك في ناس بتكتئب. يعني ممكن أسأل حاجة بس قبل ما نطلع فاصل، يعني شوية فقرة إخبارية فعلا خلصت، يعني إزاي في إنسان عاقل ممكن يحب إحساس ب يعني ما فيش هواء كويس، إن في حر شديد، إن يعني الأكسجين مش موجود. على فكرة الجو ده بيقلل الحركة، يعني بيخليك عايز أو كسلان عايز طبعًا تنام، يعني تحس طاقتك قلت لأن في صهد. يعني أنا مش عارفة إزاي في ناس بتحب الصيف بصراحة. وبعدين بيجيب لك حالة أو ساعات بيخليك عصبية، والله بكلم الجد بيقول الواحد خلقه ضيق جدا مش مستحمل ارنبه مناخيره. فانا طبعا اللي بيحبوا الصيف دلوقتي مش متفقين معانا خالص، يعني لا يمكن يجوا يردوا علينا دلوقتي يقولوا عكس صحيح. هي الميزه بس فكره الشواطئ وكده، لكن انا متفق معاك بس يعني ما اعرفش. على كل حال فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك.
أول فتاة مصرية وعربية تحصد برونزية بطولة العالم للترايثلون في سبتمبر 2015 تحت 19 عاما بولاية شيكاغو، هي فاطمة هجرس. فاطمة هجرس من مواليد عام 1996، برز اسمها في العديد من البطولات برياضة الترايثلون والكاراتيه التقليدي والدراجات، وحصدت العديد من البطولات المحلية والعربية والقارية في مختلف المنافسات. استطاعت فاطمة هجرس النجاح في أكثر من رياضة وتمثيل منتخب مصر في أكثر من لعبة، واعتلت منصات التتويج القارية والعالمية. البداية كانت برياضة الكاراتيه في سن 3 سنوات، بالإضافة إلى السباحة والتنس بهدف تقوية العضلات لمساعدتها في رياضة الخماس الحديث وألعاب القوى. مع بداية عام 2009 بدأت في التأهل للبطولات بالانضمام لمنتخب الناشئين، وفي عام 2012 بدأت حكايتها مع رياضة الترايثلون بالاشتراك في بطولة العالم بشيكاغو، وحصدت الميدالية البرونزية تحت 19 سنة لتصبح أول مصرية وعربية تحقق هذا الإنجاز. وواصلت هجرس مشوارها في الرياضة وإنجازاتها بحصد ذهبية بطولة العالم في عام 2016 تحت 23 سنة، كما حصدت فضية بطولة إفريقيا للشباب. منافسات عديدة في مختلف الألعاب استطاعت بطلة مصر فاطمة هجرس الفوز بها وتحطيم الأرقام القياسية والتتويج بألقابها محليا وعربيا وقاريا وعالميا. وعن دراستها لم ترغب هجرس الابتعاد عن مجالها، فكانت كلية التربية الرياضية وجهتها، وحاليا تستعد لمناقشة الماجستير في علوم الرياضة إلى جانب عملها كمعلقة رياضية وإعلامية متخصصة في الألعاب الفردية. فاطمة هجرس بطلة مصر وإفريقيا والعالم في الترايثلون، لديها رؤية مختلفة في تطوير المنظومة الرياضية إداريا وتدريبية بتطبيق بعض معايير العلوم الحديثة لاستمرار تصدر أبطال مصر لمنصات التتويج قاريا وعالميا. حضراتكم شفتوا كده، هو نموذج لفتاة مصرية زي ما بيقولوا عالمية، يعني مثلت منتخب مصر هنا بس مش في رياضة واحدة، لا في عدة رياضات. هي لعبة كاراتيه، لعبة تنس، لعبة سباحة، لعبة دراجات، وهي كمان لعبة بالأهلي، لعبة بالأهلي في ألعاب القوة. فهو ميكس بصراحة غريب جدا، يعني عشان واحد يبقى صريح هنفهم بالظبط ايه الموضوع وازاي قدرت من رياضة لرياضة لرياضة، وفي نفس الوقت هي تألقت في كل الرياضات دي. خلينا نرحب بفاطمة هجرس. صباح الخير. صباح الخير. شكلك يعني ما يجيبش كل ده، اللهم صل على النبي، يعني ما شاء الله. احنا بنتكلم على الفتاة المصرية والعربية الوحيدة اللي حصدت المركز او الميدالية البرونزية في كأس العالم في الترايثلون. فتعالي نبتدي من النقطة دي فاطمة بعد اذنك، البطولة دي بالتحديد، لان هي اكيد كانت يعني نقطة تحول الى حد ما في حياتك، او نقطة يعني مميزة. فالبطولة دي كانت عاملة ازاي وملابسات حصولك على المركز الثالث؟ البطولة دي كان قبلها تجهيزات كتير قوي. هي كانت بدأة بحاجة صعبة بالنسبة لي، ان انا كنت في البطولة المؤهلة لبطولة العالم كنت تعبت تعب جامد. فبعد كده اتمرنت الفترة دي، كنت بتمرن مع فريق محترفين، كنت ضم احسن لعيبة على مستوى مصر ومستوى العرب. كنا عاملين معسكر تدريبي وكان معانا مدربة أجنبية اسمها ميشيل. عملنا معسكر في سهل حشيش الفترة دي قبل البطولة بشهرين. كنا بنستعد للبطولة دي، كانت في نص سبتمبر. طبعا أنا كنت رايحة يعني إن أنا أدخل من أول 10، ده كان حاجة بالنسبة لي كبيرة، بس طبعا ما كنتش متوقعها، وإن أنا كان سني لسه تحت 19 سنة، فالمنافسة إن هي تبقى نهائي بطولة عالم كانت حاجة مش صغيرة خالص. فكنت مركزة جامد في التدريب في وسط زمايلي، كان في بنات وكان في شباب برضو. قدرت بقى في البطولة لما رحت، يعني تعبت جامد في فترة المعسكر والتدريب، فقدرت الحمد لله يعني في البطولة ان انا اوصل للمركز الثالث على مستوى العالم. كانت مفاجأة لكل الناس في مصر وفي الاتحاد، يعني كانت من احسن الحاجات اللي حصلت يعني الحمد لله. جميل، هو جميل جدا. بس تعالى بقى نرجع بالباك جراوند الاول، يعني نعرف الناس مين فاطمة هجرس وازاي يعني
ازاي من رياضه لرياضه لرياضه، وايه يعني ايه اصلا الدافع ان انت تغيري كذا مره؟ هل مثلا حسيتي لا الرياضه دي انا مش ناجحه فيها، ولا الرياضه دي انا جبت اخر حاجه فيها فانا عايزه اروح احقق حاجه ثانيه؟ يعني عشان بس الناس تفهم برده. هي كانت بدايتي في البدايه كان وانا عندي 3 سنين ونص، كان بابا وماما يعني هم شجعوني على الرياضه. لما دخلت شفت الناس في الصاله بيتمرنوا كاراتيه، اللعبه دي اتشددت ليها جامد. وانا كنت من صغيره كنت يعني بحب ان انا اكون قويه، ان انا اكون حد جامد وكده، فاتشددت للعبه دي. بدات في البدايه كنت ضعيفه شويه، يعني كنت بالنسبه لزمايلي وكده ضعيفه عشان كنت رفيعه شويه، فكان الكوتشز وكده بيكونوا بيقولوا لا هي محتاجه تبقى اقوى. فبابا يعني سال في كذا مكان ازاي نقدر ان احنا نقويها، فقالوا ان احنا نشتغل حاجات على جسمها ان هي تقوى، زي السباحه زي التنس. دخلتهم بس طبعا ما كملتش في التنس، كملت في السباحه. السباحه دي كانت بالنسبه لي بقى نقله ان انا ادخل لعبه الخماسي الحديث اللي هي عباره عن جري وسباحه ورمايه وفروسيه وسلاح، العاب قوه بقى. وجنبها طبعا العاب قوه كده بجري، فجنبها في النادي طبعا اللي هو لقوني كويسه في الجري، اتميزت في الجري الحمد لله، فكنت بنزل برضو بطولات العاب القوه وبقدر ان انا اكسب فيها على مستوى القاهره والجمهوريه من تحت 14 سنه وتحت 16 والسن دوت. لعبت مسافات متوسطه ومسافات طويله في العاب القوه، علشان دي المسافات الاقرب للخماسي الحديث، عشان في الخماسي الحديث المسافه بتاعتنا كانت بتبدا من كيلو جري. بعد كده بقى كملت يعني فيهم، فلما دخلت الفريق بدات اكون من احسن اللعيبه في النادي، من احسن اللعيبه في القاهره. مستوى بدا يتحسن في الكاراتيه كمان، بقيت احسن لعيبه في القاهره وكملت في الكاراتيه. يعني كنت ماشيه في الاثنين مع بعض لحد ما دخلت منتخب الخماسي الحديث، خدوني في منتخب الناشئين، كنت من اصغر اللاعبات وكده هناك. فكان ساعتها لازم اخد القرار ان انا ابعد عن الكاراتيه بعد ما كنت مميزه فيه، ان انا كنت مش بلعب كاتا بس او كوميتيه بس، كنت الحمد لله متميزه في الكاتا وفي الكوميتيه. فكنت لازم اتنزل عن حاجه علشان اقدر ان انا اركز، لان ساعتها لما دخلت منتخب الخماسي الحديث كنت بدات ان انا كبرت شويه تحت 14 سنه، فبلعب سباحه وجري ورمايه وسلاح وفروسيه. ده ايه الوقت بقى؟ فين الوقت؟ ما هو فين الكلام ده؟ علشان كده كان لازم اتنزل عن لعبه بقى، علشان كده كويس ان انت لقيتي فرصه تيجي تقعدي معانا شويه دول. فكان لازم اتنازل عن لعبه، مع اني الحمد لله كنت واصله كويس، بس كنت لازم اخد القرار ان انا اركز في الخماسي الحديث. فهنا بقى قدرت ان انا ابدا ان انا اظهر شويه في الخماسي الحديث، ان انا ابقى بطله مصر في الخماسي الحديث في المرحله بتاعتي. لعبت بطوله البياثل الدوليه، قدرت ان انا اكسب فيها اجيب مركز الثاني عالم وانا تحت 14 سنه. بعد كده بدات، حصل ظروف يعني عندنا في البيت، بابا تعب شويه وكده وبعدنا عن الرياضه شويه، فبداوا ان هم يكلموني في منتخب الترياثلون، بيقولوا لي ان احنا عاوزينك معانا. كنت انا بتميز الحمد لله في الجري، كنت لسه مش بركب عجل خالص، اتعلمت بقى على ايد كابتن عاشور وكابتن وجيه، كانوا هم اللي علموني ازاي اركب عجل. وقتها كان في 2012، كان عندي 15 سنه. فبدات اتعلمت عجل، ما كنتش متوقعه خالص ان انا اكون جامده. انا كنت زمان وانا صغيره كان بابا بيحب يخليني اركب عجل وكده. 2012 عندك 15 سنه؟ 15. يعني دلوقتي عندها كام كده؟ 24 تقريبا. 23 24 حاجه كده. فالعجل بتاع الترياثلون او الدراجات عامه بيكون فيه الروت بايك اللي هو بيكون رفيع شويه والكنترول فيه صعب، فعشان كده لما جيت ركبته كان الموضوع بالنسبه لي يعني الكنترول مش احسن حاجه، من زمان ما ركبتش عجل. فلما لعبت العجل واتمرنت له الحمد لله دخلوني بعدها بشويه، دخلوني تيست مع منتخب الدراجات لوحده وقدرت ان انا اكسب فيه، فانضميت ساعتها لمنتخب الدراجات. وكان ده طريقي بقى بدايه في الدراجات في 2012. في اخر 2012 عملت معاهم كامب، اتميزت وظهرت، كنت من احسن اللاعبات هناك. بعد كده لعبت معاهم في 2013. انا تعبت والله العظيم. عملت ايه ولا ايه؟ انا بنهج، انا بنهج والله العظيم. بعدين ايه تحط وصلنا الرياضه، اقول خلاص هنستقر هنا، قلت لك رحت الرياضه اللي جنبها. لحقتي تروحي المدرسه في وسط المعجنه دي كلها؟ والله انا كان الهدف بتاعي حتى في الدراسه، يعني مش كنت ببص ان انا اوصل لكليه القمه، او انا عارفه مستقبلي او طريقي ازاي، يعني ما كنتش حابه ان انا اوصل ان انا اجيب مجموع 100% او التارجت بتاعي كده. انا كان التارجت بتاعي ان انا ادخل تربيه رياضيه رقم واحد واعلام رقم اثنين، انا كنت حابه المجالين دول يتربطوا معايا مع بعض. بس انت حب كمان للتربيه الرياضيه مستمر حتى اللحظه، بدليل ان انت بتعملي ماجستير كمان في العلوم الرياضيه ومعلقه. يعني ايه بقى انا حابه الكارير، اللي حببني في الكارير بتاع الاعلام برضو بابا وماما اعلاميين،
فده اكتر حاجة يعني حبيتني ان انا امسك الكارير بتاع الاعلام مع الكارير بتاع الرياضة، عشان الرياضة بدأت فيها من صغري، فاللي هو اعلام رياضي بقى اللي هو دخلت الاعلام من ناحية الرياضة. طب انت تيجي معانا بقى ان شاء الله. ان شاء الله. فعملت الماسترز برضو كنت حابة أتعمق أكتر في الرياضة، لأن برضو طبعا زي ما اتمرنت على إيد مدربين كبار جدا وناس فاهمين كويس قوي، كان في ناس برضو ما كانوش عندهم يعني كانوا بيتخذوها كمهنة، ما كانوش فاهمين قوي في الرياضة، كانوا ممكن يكونوا كويسين جدا على المستوى كتدريب لكن أكاديميا يعني، لكن مش على مستوى عملية. التدريب اللي هو العملي بس مش كويسين على مستوى مثلا سايكولوجي اللاعب حاسس ايه من جواه، فيسيولوجي اللاعب ايه التغيرات اللي بتحصل له، كانوا ممكن يحطوا التدريب لكل الناس زي بعض، لا كل لاعب فيه فروق فردية، لازم اكون شايف ان اللاعب ده محتاج ايه، اللاعب ده مش محتاج ايه، ممكن اللاعب يكون كويس جدا جسديا بس نفسيا هو خايف او مش احسن حاجة، مثلا ظروف محيطة، بيئة محيطة زي الاهل مثلا، حاجة في العيلة في ظروف، او في مثلا في الدراسة او في الشغل، فده ما يخليهوش ان هو يقدر يعمل المستوى بتاعه في البطولة، فلازم اللاعب برضو يكون عنده اخصائي نفسي رياضي ان هو يأهله نفسيا مع المدرب علشان اقدر ان انا اوصل باللاعب ده لحاجة كويسة. طبعا ده بجانب التغذية بتاعته ان هي تكون التغذية سليمة، لان التغذية عليها عامل كبير جدا عن التدريب، يعني ممكن توصل مثلا نسبة 70-80% تغذية، لان لو بتمرن كويس جدا ومش باكل صح النسبة للدرجات دي عالية، النسبة اكبر طبعا، لان انا ممكن اتمرن كويس جدا بس باكل كتير، باكل كتير جدا ولا كاني اتمرنت، هلاقي وزني زياده، وخاصه هي بتتقاس بالكالوريز بالظبط، خاصه في الالعاب الرقميه اللي احنا بنلعبها، يعني مش هقول الالعاب اللي هي الفايت زي مثلا الكاراتيه او التايكوندو او الكونغ فو او المصارعه، دي بنكون محتاجين فيها بس الميزان علشان ينزل الميزان اللي بيلعب بيه في البطوله، لا هنا في الالعاب الرقميه محتاجين الوزن بتاعنا علشان نكون خفاف واحنا بنجري، خفاف واحنا بنعوم، واحنا بنركب عجل، وفي نفس الوقت نكون اقوياء، يعني لازم الرياضات دي تحديدا بيطلق عليها الالعاب الرقميه ولا تقصدي الالعاب اللي بيبقى فيها اعتماد على موازين معينه؟ لا الالعاب اللي ليها علاقه بالموازين لا، دي مش العاب رقميه، دي حاجه ليها علاقه بالميزان، الالعاب الرقميه هي اللي بفتح بيها بستخدم بيها الساعه زي السباحه مثلا، زي العاب القوه، زي الدراجات، فالالعاب دي بتكون محتاجه اللاعب يكون وزنه خفيف شويه، محتاجه يكون برضو فيه قوه عضليه، بس مش ان انا اكون وزني زياده، يعني نسبه الدهون بتاعتي مش محتاجه ان هي تكون كتيره، لان هي لما بيزيد وزني انا المستوى بتاعي حد يقدر ان هو يسبقني بسهوله أكيد. فعشان كده لازم اكون مركز على كل الجوانب، مش جانب بس التدريب ان انا اتمرنت هبقى بطل، لا لازم اركز على التدريب، لازم اركز على الاكل بتاعي، لازم اركز على السايكولوجي نفسيا اللاعب بتاعه عامل ازاي، لازم برضو اشوف فيسيولوجي اللاعب، هل جسمه النبض بتاعه عامل ازاي، هو قادر ان هو يمشي في معدل النبض المظبوط بتاع كل تدريبه ولا لا، لان ما ينفعش ان انا اجيب واحد مستوى قليل امرنه مع لاعب بروفيشنال او مرحله سنيه مختلفه، كل تدريبه بيكون لها هدف، يعني في تدريبه ممكن الهدف منها ان انا يكون بلعب في زون عالي اللي هو معدل نبض عالي شويه علشان اعمل ايفورت عالي علشان ان انا يعلي عندي حاجه معينه، في تدريبه تانية لازم اريكفر فيها، لازم يكون المعدل النبض بتاعي قليل فعلشان ان انا جسمي يحصل عمليه الاستشفاء عشان اقدر اتمرن تاني، فلو لاعب مستوى قليل شويه هيكون عاوز يمشي مع اللاعب القوي فكده مش هيحصل عمليه الاستشفاء، فيحصل له اوفر تريننج اللي هو التمرين الزياده، فيحصل له بعد كده بيحصل مرحله الاصابات اللي بتحصل بقى للعيبه اللي بنشوفهم، فعشان كده لما يكون لاعب مريح ما ينفعش ان احنا نقوم مدخلينه على طول في وسط التمرين، لا لازم نعمل تاهيل، ننمي العناصر بتاعه اللياقه البدنيه بتاعته كلها بشكل عام، بعد كده بشوف عناصر اللياقه البدنيه الخاصه بتاعه اللعبه بتاعتنا اللي احنا بنلعبها، بعد كده اقدر بقى ادخله في وسط الناس وفي وسط النبي. فعشان كده انا حبيت اعمل الماسترز بتاعتي في الجانب بتاع الرياضه علشان يعني افهم فيه. انت لو قلتي بس شويتين دول هتاخدي الماسترز وانت قاعده، مش هتعملي مجهود يا ست الكل. لا بصي فاطمه بجد في ضيوف بييجوا بيردوا على القد مثلا، نحاول نطلع منهم الكلام. صحيح. احنا قاعدين بنسمعك يعني. طب ممكن نروح اسالك سؤال وهسيبك بقى. لا اتفضلي طبعا. عشان برضو اكيد دلوقتي وانا بصراحه عندي كريوزيتي، عندي يعني الرغبه. الفضول. انتي دلوقتي ما شاء الله عليك بجد متفوقه جدا على المستوى الرياضي، وعارفه انتي التارجت بتاعك عايزه ايه، انا عايزه اكمل في المجال ده، عايزه اعمل ماسترز يعني، وده هايل. الحاجه الثانيه بقى، طيب انتي اتخرجتي من كليه ايه تحديدا، وهل يعني ناويه تشتغلي ولا ده مش هينفع مع ده؟ ما عايزين نعرف برضو انتي. انا اتخرجت من كليه تربيه رياضيه، وبرضو الماسترز بتاعتي في كليه تربيه رياضيه في علوم الرياضه،
بالنسبة للشغل بتاعي أنا بشتغل كمعلقة رياضية وبرضو بشتغل كمذيعة برضو رياضية. فين بقى؟ في قناة صحتي. ده بالنسبة لي أنا دلوقتي يعني في مرحلة اللي هو باخد يعني زي إن أنا باخد خبرة أكتر، مش حاطة تارجت أساسي دلوقتي، أنا ماشية فيه دلوقتي اللي هو باخد كورسز فيه، بحاول أقوي نفسي على قد ما أقدر فيه. دي حاجة. الجانب التاني أنا برضو عندي التيم بتاعي، الناس بمرنهم في السن الصغير، وبرضو في الليديز الكبار اللي هما بيكونوا التارجت بتاعهم بقى الناس الكبار، إن هما يعني يخلوا الصحة بتاعتهم أحسن. مثلا لو وزنهم زياده شويه اقدر ان انا اخلي وزنهم يقل، مع ان انا اقدر امرنهم. لو عندهم لا قدر الله زي السن لما بيكبر شويه بيكون في بعض الاصابات، بقدر ان انا ااهلهم الاصابات دي، سواء بقى في سباحه او جري او فتنس، بقدر ان انا يعني امرن في الجانب ده. وفي الجانب الثاني بقى السن الصغير ببدا ان انا ايه اخليه يطلع واحده واحده كمنافسه ويقدروا يعملوا ارقام كويسه. جميل. بحكم ان انت يعني للدرجات دي يعني متبحره في الرياضه وفي كافه العناصر الرياضيه وحتى العلوم الرياضيه اللي انت بتعملي فيها الماجستير بتاعك، عايز اسالك عن رؤيتك لاهتمام الدوله بالرياضه في الفتره الاخيره بشكل عام وفيما يتعلق بالترايثلون بصفه خاصه. هل شايفه ان في نواقص حاجات لو اتعملت او خطوات لو اتخذت هتفرق كتير مع المنتخب المصري؟ هو في الفتره الاخيره يعني ممكن نقول من بعد اولمبياد او من قبل اولمبياد 2016، يعني انا شايفه من رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شايفه اهتمام كبير قوي بالرياضات وخاصة الرياضات الفردية. يعني زمان احنا كنا بنشوف ان الرياضات الجماعية هو طبعا يعني حاجة طبيعية برضو بحكم دراستنا كمثلا تسويق رياضي، ان احنا عشان نعمل اعلان او نعمل يعني حملات او كده لأي حاجة ليها علاقة بالرياضة، الاسهل لينا ان احنا نجيب لعيبة كرة القدم او لعيبة الرياضة الجماعية، لان عدد المتابعين ليهم كبير جدا. طبعا. بعكس الرياضات الفردية مع انه ممكن يكون واصل لانجازات شخصية اكتر من لاعب كرة القدم. صحيح. بس بيكون نسبة الناس اللي بتبص عليه او الناس اللي تعرفه بيكون اقل شوية. فعلشان كده بنلاقي ان اللاعب كرة القدم سعره اعلى كتير، السبونسرز او الرعاة او معظم الرعاة بيروحوا ليه هو، لكن كرياضات فردية بتكون اقل شوية. بس في الفترة الاخيرة يعني بدأوا ان هم يسلطوا الضوء على الرياضات الفردية شوية، يشوفوا احسن اللاعبين، يبدأوا السبونسرز تروح لهم. بدأت اشوف ان كماركتنج وكرعاة للاعبين لا في الفترة الاخيرة زاد جامد جدا ومستويات عالية جامد جدا. يعني انا شايفة نسبة المنافسة في الرياضات الفردية مقارنة بقى احنا ماشيين صح، يعني احنا ماشيين حلو، ويا رب كمان يعني الفترة اللي جاية يكون احسن كتير. وطموحك ايه بعد كده؟ يعني انا شايفه اصلا طموحي ما قفلت كل الرياضات ده محليا، ما انا جايه لك في السؤال يعني من شخصيتك احنا او اكيد والناس برضه ممكن تستشف ان لا شخص طموح، شخص لسه عايز يعمل ويعمل، بتحبي دايما الحاجه اللي ما دخلتيهاش تحبي تستكشفي. ده اللي انا الامبريشن او الانطباع اللي خدته عنك يعني، ودي حاجه حلوه جدا. ثانك يو. ايه الطموح او يعني ايه الليفل النكست، يعني واتس نكست، يعني انت عايزه ايه بعد كده؟ عايزه تروحي على المستوى بقى الدولي؟ عايزه يعني انا بعد اما اتخرجت من الكليه انا ما وقفتش رياضه، بس بدات بعدت شويه. يعني اخر حاجه لعبتها كان في كمنافسه دوليه تبع الاتحاد ومنتخب، كانت في اخر 2019، كانت بطوله الديواثلون الدوليه، جبت فيها اول عرب واول افريقيا في مرحله العمومي محترفين. بعدها اما كنت جنبها كنت بادئه في الماسترز بتاعتي وكده، فكنت حابه ان انا اركز فيها اكتر كدراسه، كنت حابه كدراسه، وبدات اركز جنبها كشغل سواء في الجانب التدريبي او في الجانب الاعلامي، اخد فيها كورسز، ابدا ان انا اتدرب، ابدا ان انا اشتغل. بس ليه عملتي الخطوه دي بدري؟ يعني انت صغيره لسه، كان ممكن تكملي لغايه مثلا ثلاثينات، ليه بديتيها يعني من دلوقتي؟ قلت بالنسبه للماسترز قلت ان انا خلصت الكليه، يعني ناس كتيره طبعا خدت فيها راي ناس كتيره، قلت اريح ولا اكمل على طول؟ قالوا لي طالما انت لسه بتدرسي ومتعوده ان انت تذاكري ومتعوده ان انت تبحثي ومتعوده الكلام ده كله، لا الاحسن ان انت تاخدي الستبس دي ورا بعض، وطالما انت ما فيش حاجه مربوطه بيها او في حاجه وانت فاضيه، فالاحسن ان انت تاخدي الستبس دي ورا بعض، علشان لو ريحتي ممكن الفتره تطول منك، ممكن تشتغلي في حاجات تبعدك عن
المجال ده خالص. فانا الاحسن بالنسبه لي او كان الهدف الاساسي بالنسبه لي ان انا اخلص الماسترز بتاعتي في اقرب وقت علشان بعد كده اقدر اشوف انا حابه اعمل ايه كشغل ككارير، لان انا برضو شغلي كده يعني لحد دلوقتي برضو انا واخداه كبار تايم بالنسبه لي، لكن هدفي الاساسي اللي هو الماسترز بتاعتي، هدفي الاساسي ان انا بتمرن محافظه على الليفل بتاعي عشان لما ادخل في الكومبيتيشن تاني. انا بنزل بطولات برضو وكل حاجه وبشارك ومتواجده، لكن في بطولات موجوده في مصر وكده، لكن كدوليا ان شاء الله الفتره اللي جايه دي باخد بس الماسترز، هبدا تاني ادخل كمنافسه. بس فتره التوقف دي مش هتاثر؟ لا انا توقفت شويه في كمنافسه في الترياثلون علشان دخلت الحاجه تانية اسمها الايرون مان. شوف بقى دي بره الاتحاد. انا نفسي على حاجه. وانت سريعه على طموحك. انا نفسي تعبت. هي نفس اللعبه بس ديستانس كبيره شويه، فكنت بعيده شويه، كنت بتمرن للعبه دي بجانب ان انا رجعت الكاراتيه تاني وقدرت ان انا في 2019 يا ريتك ما سالتيني. قدرت تاني في 2019 ان انا اجيب اول افريقيا واتاهل لبطوله العالم، بس ما طلعتش بقى عشان ما كانش في ميزانيه يعني. فكنت يعني ركزت في الكاراتيه شويه علشان كان الوقت عندي قليل ان انا اقدر اعمل كذا حاجه مع بعض. حسيتيها اخيرا. لا ما شاء الله احنا بنهزر معاك. طيب عايزين نختم معاك، احنا فاضل اقل من دقيقتين على نهايه الفقره دي اللي انت نورتينا فيها، بس انا عايز يعني استاذنك ان انت توجهي رساله للاهالي واولياء الامور اللي ممكن يكونوا خايفين على اولادهم لا ينغمسوا في الرياضات المختلفه على حساب الدراسه. احنا عندنا نموذج، انت ابتديتي تمارسي الرياضه بتقولي من وانت عندك 3 سنين، وبسم الله ما شاء الله الحاجات اللي احنا بنحكي فيها من اول اللقاء. هل ده اثر على دراستك ولا لا؟ وايه اللي الاهالي لازم يعملوه عشان يحققوا التوازن ده لاولادهم ينجحوا دراسيا وينجحوا رياضيا؟ هو بالنسبه للدراسه هو ما اثرش على دراستي خالص، لاني كنت محدده هدفي من البدايه انا هدخل ايه. فكنت الحمد لله ماشيه مع الدراسه مع الرياضه ماشيه كويس، ده طبعا عن طريق ان احنا بننظم الجدول بتاعنا. بالنسبه بقى للرياضه بشكل عام عمرها يعني ما هتاثر على دراسته، طول ما انتوا عاملين جدول ليه منظمين الاولويات بتاعتنا في حياتنا. بنصحى الصبح بدري، بياكل صح، بيبدا ان مثلا انا مثلا هديكم مثال على نفسي، كنت مثلا بتمرن سباحه الفجر، بعد كده بروح المدرسه بتاعتي، بعد كده ماما وبابا بييجوا ياخدوني مثلا بيكون معاهم الاكل، باكل الاكل عشان ما اجيبش برضو اكل من بره لان ده بيضر جامد جدا، لازم اجيب الاكل يكون معمول في البيت ويكون معمول بطريقه صحيه. اسهل حاجه عشان نعمل حاجه بطريقه صحيه ان الاكل يكون يا مسلوق يا مشوي، نبعد اي حاجه فيها زيوت فيها دهون فيها برضو السكر الملح. يعني ما ياكلوش العيال يعني لا نركز جامد على الاكل الصحي. تمام. ونركز كمان ان بعد كده عادي التمرين بعد كده نقدر ان احنا نحطه مش هيعطل عن اي حاجه يعني. بس دعم الاهل برضو لازم يكون لازم الاهل يكونوا في الظهر عشان يقدر ان هو يكمل، لان اللاعب طبيعي ممكن في وقت من الاوقات يمل يزهق يخاف، فلازم دايما يكون بيسبورت لي في ظهره. هو ده بالنسبه للاطفال العاديين اهاليهم بيدعموا، وانت في حالتك مش عايزه اهل، انت عايزه جهاز فني ماشي وراك. عموما نورتينا وحاجه جميله جدا ونموذج مشرف للفتاه المصريه الناجحه اللي بتبهر العالم بالمعنى الحرفي بمستويات يعني رائعه في رياضات حتى متعدده مش مجرد رياضه واحده. نورتينا وشرفتينا. شكرا جدا. شكرا يا فاطمه ليك. شكرا جدا. وهنروح فاصل، والفقره اللي جايه زي ما كنا نقول لحضراتكم هنتكلم فيها بقى عن ملف كره القدم، واكيد الملف الابرز هو المنتخب. بعزيمة الرجال وبذكريات التأهل للمونديال، يدخل المنتخب الوطني آخر لقاءين في تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة أمام كل من كينيا في نيروبي في الجولة 5 وجزر القمر في الجولة 6 والأخيرة بالقاهرة. منتخب الفراعنة يحتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، ويشاركه في الصدارة بنفس الرصيد منتخب جزر القمر، جمعهم من انتصارين على كل من توجو ذهابا وإيابا في القاهرة بهدف المدافع محمد حمدي الونش وخارج الديار. حملت توقيع نجمي الأهلي محمد مجدي أفشا ومحمد شريف ونجم استون فيلا محمود حسن تريزيجيه، وتعادلين مع كينيا في القاهرة بهدف لكل فريق وسلبيا في موروني عاصمة جزر القمر. يبحث أبناء النيل بالتأكيد عن النهاية السعيدة لمرحلة التصفيات والتأهل كأول المجموعة حتى يضمن تقدم مركزه في التصنيف الدولي قبل الدخول في ذروة قرعة المونديال.
ويعول حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على خبرة نجومه الكبار في الفريق، وعلى رأسهم بالطبع اللاعب العالمي محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي، بجانب زميله محمود تريزيجيه ولاعب وسط أرسنال محمد النني، بجانب باقي النجوم محمد مجدي أفشة وطارق حامد والحارس محمد الشناوي ونجم جالاتا سراي التركي مصطفى محمد. ويدرس البدري حسم الأمور مبكرا في مباراة نيروبي الخميس تجنبا لخسارة مفاجئة تدخل الفريق في مطب صعب في مباراة الجولة الأخيرة أمام جزر القمر في حالة فوز كينيا أيضا على توجو وارتفاع رصيدها إلى 9 نقاط. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا احنا في الفتره دي عندنا فتره توقف دولي حاليا لارتباط المنتخبات بالتصفيات القاريه، وطبعا منتخب مصر قدامه لقاءين مهمين جدا. الاول هيكون يوم الخميس المقبل ان شاء الله امام كينيا على ارضهم، والثاني هيكون امام جزر القمر يوم 30 مارس في القاهره ان شاء الله. طبعا هنتكلم عن النادي الاهلي في فتره التوقف ومعسكر المنتخب واستعداداته مع كابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي السابق اللي منور الدنيا في حلقتنا النهارده. صباح الفل يا كابتن منور. صباح الخير. اهلا بحضرتك. وابدا يعني خليني اسال سؤال عن توقعات الاسماء في المنتخب. هل صراحه كان في اسماء حضرتك متوقع مثلا ان هم هيكونوا ضمن يعني المنتخب او القايمه ولا لا؟ والعكس صحيح، هل كان في اسماء ما توقعتهاش ولقيناها؟ لان يعني بطبع الحال الكلام يعني او المتداول لا لو رجعنا الاسماء هي اسماء منطقيه، هي كمان محصوره غالب اغلبهم طبعا من النادي الاهلي، الزمالك، بيراميدز والمجموعه اللي هي المحترفه. يعني الاسماء حضرتك كلها كنت متوقعها، ما فيش حد كنت يعني متوقع ان هو يكون ضمن القائمه، لكن تقريبا يعني بنسبه تقريباً. يعني حتى يعني كل واحد بيقول وجهه نظره يعني بنسبه كبيره. ده بقى لنا كذا يوم في الموضوع ده، ملف الناس كتير جدا. لا انا من وجهه نظري يعني 90% اللي انا يعني متوقعه طبيعي بيحصل اختلاف وجهات النظر. طيب ومن وجهه نظر حضرتك شايف ان في اللقاء الاول يعني اللقاء امام كينيا في نيروبي ان شاء الله، شايف كابتن حسام البدري ممكن يكون بيفكر في انه يبتدي المباراه بشكل هجومي من الدقيقه الاولى، ولا ممكن يبقى فيه تحفظات في منطقه وسط الملعب والاعتماد على الهجمات المرتده؟ لا هو طبيعي يعني بالنسبه لامكانيات منتخب مصر وتاريخه والهدف اللي حطه، اكيد احنا بنسعى كالمجموعه الموجوده معانا، احنا كل المباريات سواء في الداخل او الخارج اكيد هدفنا الفوز. مهم جدا يعني نتصدر المجموعه، ودي طبعا ما فيش شك هتدينا ثقة في المراحل اللي جاية. نتمنى ان احنا ان شاء الله احنا متصدرين المجموعة مع جزر القمر، كل فرقة 8 نقاط. نتمنى ان احنا ننفرد بالقمة ان شاء الله. ماتش كينيا هيبقى صعب طبعا شوية، مش بسهولة. ماتش جزر القمر محقق مفاجأة فرقة جزر القمر، بس اعتقد يعني باسم مصر وتاريخه وامكانياته اعتقد الوضع الطبيعي نفوس في المباراتين ان شاء الله. حضرتك لما بتقول المباراه يعني او مباراه كينيا تحديدا بدايه هتبقى صعبه والمباراه الاولى اللي عندنا، طيب ده بناء على حكم حضرتك على اداء مثلا الفرق المختلفه في النوادي بتاعتها قبل الصعود او يعني قبل التاهل بقى للمنتخب والانضمام، ولا على اي اساس؟ يعني خليني افهم وجهه نظر حضرتك. لا هو طبعا ما فيش شك المنتخب بقى له فترات طويله ما فيش تجمع، ودي نقطه ممكن تبقى يعني الى حد ما تقدر تاثر على مستوى الفريق. انما في الفترات ديت حتى لو مفيش ما نقدرش نعمل تجمع جماعي للفريق ويتم بعد التدريبات في الملعب، اعتقد يعني من النقاط المهمه ممكن تبقى في نظرات او محاضرات نظريه سواء في تجمعات بشكل فردي بين الجهاز الفني ولاعيبه المنتخب. طبعا مفيش شك الجهاز الفني بيتابع كل لقاءات المنتخب، بيتابع اللعيبه المحترفه وتقارير فنيه بتتعمل على الاقل اللي هم اللعيبه المحليين الموجودين في مصر هنا، سهل التجمع حتى لو ما فيش تدريبات على يعني في الملعب. مهم جدا يعني المحاضرات النظريه ديت، وبيحصل حوار بينه وبين اللاعبين وبيتكلم معاه في النقاط السلبيات اللي عنده، ايه اللي ناقصه، بيعرض عنده شرايط فيديو بيحلل ادائه، كل الكلام ده مهم جدا يعني احنا. بس الألفة كمان بين اللاعبين، يعني ناس كتير كانت بتتكلم هل هيعود صلاح، هل هيعود تريزيجيه، يعني ان الناس كتير كانت بتسأل مروان محسن هيشارك ولا لا، يعني
كل ده كان مطروح على الساحه. بقول لحضرتك اللي كان مطروح على الساحه الفتره اللي فاتت. فبرضو حضرتك شايف الوضع النهائي هو طبعا هو مرضيه ام لا؟ كنت متوقع يعني خلينا عديتها بسرعه. انا لا كان هو طبعا حتى لو التوقيت صعب او الوقت المتاح صعب انما كنا ممكن نعمل تجمعات يعني نشارك نجمع لعيبه المنتخب على الاقل اللعيبه المحليين الموجودين اللي هم بيمثلوا نسبه كبيره. اعتقد المحترفين تقريبا 5 لاعبين من ممكن يكون من 24 لعيب يعني نقدر نقول في 80% لعيبه محليين موجود في مصر. واعتقد دي فرصه كويسه وكنا ممكن نعمل تجمعات ويتم تدريب بشكل عملي في الملعب واذا كان في جوانب خططيه هو بيصححها اعتقد كان بيبقى في فرصه. اعتقد يعني المسافه بعدت قوي والتوقيت بعد كتير قوي وكان ممكن يبقى في تدريبات نقدر نعمل تجمعات ولو حتى يوم واحد في الاسبوع او في يعني على فترات متباعده كده انما ما نبعدش الغياب ما يبقاش كبير قوي كده. طيب خلينا برضو بعد اذن حضرتك نتوقف ولو للحظات عند المنتخب الاولمبي وخصوصا ان هم زي ما حضرتك عارف هم حاليا في معسكر استعدادا لاولمبياد طوكيو اللي هتنطلق في يوليو اللي جاي ان شاء الله واللي المفروض تصفياتها اظن هتكون 21 او 22 ابريل. الكروت اللي بيلعب بيها كابتن شوقي غريب اللعيبه اللي معاه اللي هيلعب بيهم شايف مستواهم واصل لفين وخصوصا لو خدنا كمان في الاعتبار فكره ان هم توجوا بامم افريقيا تحت 23 سنه فشايف كلها يعني كروت قويه؟ اكيد كروت قويه. احنا كسبنا البطوله بجداره الحقيقه وعندنا عناصر مهمه جدا مميزه جدا بتمثل يعني في النهارده مصطفى محمد بيلعب بشكل اساسي رمضان صبحي مصاب برضه لاعب اساسي في الفريق الاول في عناصر كويسه وفي عناصر اخرى طبعا كمان انضمت للفريق الاول. بالعكس احنا عندنا فرصه كويسه نقدر يعني نطمح ويكون هدف لينا ان احنا نحقق على الاقل ميداليه في الدوري الاولمبي واعتقد يعني دي متاحه وعندنا مكانات لعيبه كويسه وجهاز فني قوي بقياده كابتن شوقي غريب. البطوله عندنا مباراه كويسه ونتائج كويسه اعتقد دي اديتنا طموح كويس واديتنا ثقه كويسه زائد اللعيبه خصوصا اللعيبه كمان اللي هي بتلعب في الدوري الممتاز وبتلعب مع الفريق الاول بيمثلوا مصر مع الفريق الاول اكيد دي هيكون لهم دور كبير قوي في الاداء الفريق وان شاء الله في تحقيق نتائج يا رب وان شاء الله يكون في ميداليه باذن الله. بس من زاويه ثانيه هو ضغط عليهم كبير جدا برضو علشان نبقى عارفين يعني ما فيش وقت حتى ما فيش ايام راحه غير قليله جدا يعني الاجنده قويه جدا بطبيعه الحال عشان الاحداث اللي حصلت السنه اللي فاتت فالوضع مختلف دلوقتي ولكن برضو من ناحيه ثانيه هي مش سهله يعني الضغط ده اكيد بيؤثر لا وتحقيق ميداليه محتاج مجهود كبير طبعا يعني ما فيش شك يعني بطوله وبيبقى فيها عناصر كما اعتقد فيها 2 لعيبه او 3 لعيبه فوق السن ممكن فرق ثانيه تستفاد منها بشكل واحنا ان شاء الله نستفاد منها بشكل كويس يعني. في نقطه كابتن برضو كابتن هوانت كانت بتسال حضرتك عنها من شويه بس انا عايز بعد اذنكم يعني ارجع لها مره ثانيه. فكره الهارموني اللي ما بين لعيبه المنتخب بالزبط. ممكن جدا كل لاعب منهم على حده يكون اداؤه اكتر من رائع مع فرقته اللي هو بيلعب معاها اللي هم متعودين على بعض وحافظين بعض وحتى متوقعين يعني خطوات بعض القادمه فيبقى في هارموني يبقى في تفاهم كده ما بينهم. لكن في حاله المنتخب لو ما فيش وقت كافي للاندماج مهما كانت اللعيبه لعيبه يعني مهما كانوا لعيبه بس بتهيالي حته التفاهمات حته ان هم يحفظوا بعض يبقى في وان تو هات كده هو ما بينهم وما بين بعض محتاجه وقت. لو الوقت ده مش متاح ما اكيد ده هينعكس بالسلب على ادائهم ولا مش بالضروره لو هم محترفين بما يكفي لازم تاثر يعني اكيد هتاثر بشكل بس في المستويات العاليه الفنيه العاليه والمستويات الخططيه العاليه عند اللاعبين مجموعه اللاعبين تجمعهم والتفاهم ده بيتم بشكل كبير يعني ما بياخدش وقت كتير. اصل انت ممكن تلاقي حد زي ميسي مثلا حد زي رونالدو حد زي ايا كان يعني بغض النظر عن الاسماء كل اسم منهم يعني بيولع الدنيا مع فرقته لكن مش بالضروره تلاقيه مع منتخب بلده بنفس الفعاليه وبنفس القوه. هو على فكره في فرق مستوياتها اعلى من المنتخبات يعني اللي على مستوى العالمي ريال مدريد وبرشلونه ومان سيتي يعني في فرق كتيره يعني بتبقى المستوى الفني بتاعها اعلى من المنتخبات يعني بيقال حتى يعني في ناس وجهه نظرها ان دوري الابطال في اوروبا مستواه اعلى من كاس العالم لان انت يعني وفي محترفين بقى بيلعبوا طبعا او متجنسين بيلعبوا اللي انت بالنسبه للفرق ديت تكوين الفريق اللي خصوصا الامكانيات الماديه العاليه متاح يجيب احسن لعيبه في العالم. يمكن الفرق على مستوى المنتخبات
هي اللعيبه اللي بتحمل الجنسيه بس. الاختيار بيبقى محدود شويه، انما الفرق الامكانيات الماديه عاليه والاسامي الكبيره دي لا، هي المستويات فيها فعلا بتبقى اعلى من مستوى المنتخبات. طيب كابتن محمود هنروح فاصل وبعدين هنرجع بقى، عايزين ننتقل للاهلي ونتكلم شويه عن فتره التوقف الحاليه، هل ممكن دي تكون يعني ايجابيه، ممكن تدي موسيماني فتره كده لاعاده اوراقه، اعاده ترتيب اوراقه مره اخرى، يعني خلينا نعرف ده بس بعد الفاصل. رجعنا مره تاني حضراتكم، بس قبل ما نبدا يعني بس عايز اقول خبر خاص بالطقس، لسه دلوقتي نازل على اليوم السابع، بيتكلموا ان البلاد بتتاثر بمنخفض خماسيني واحتماليه كمان يعني ورياح تصل للعاصفه، ده خبر عن اليوم السابع. وعلى فكره يعني احنا واضح عندنا دلوقتي كان في حاجات كتيره بتحصل. فكل حال نكمل كلامنا مع كابتن محمود، وكنت بسال حضرتك قبل الفاصل يعني هل فتره التوقف دي ربما تحسب لصالح الاهلي، تحسب لصالح موسيماني في فكره اعاده ترتيب الاوراق مره ثانيه قبل لما نروح نواجه بقى او قبل مواجهه يعني المريخ وسيمبا؟ خلينا نعرف من حضرتك. ما فيش شك فتره الراحه دي مش راحه طبعا، انما البعد عن الوقت الرسميه يعني اكيد هي في صالح النادي الاهلي. النادي الاهلي مضغوط مع الماتشات المحليه وبطوله افريقيا وبطوله كاس العالم للانديه، اكيد فترات كانت مضغوطه جدا بدنيا ونفسيا. صحيح. الحقيقه فاعتقد هم محتاجين وقت فيه يعني ارتياح من الضغوط النفسيه، انما طبعا الجانب اللي هو التدريبي بيتم بنفس الشكل ونفس البرامج التدريبيه بتتم بشكل كويس، انما احيانا اللاعب بيبقى محتاج الضغوط ديت والمسؤوليه والماتشات الهامه والبطولات اللي بيلعب عليها، محتاج من ان لاخر لازم يبقى فيه برضه فتره فيها ريلاكس شويه. حلو. طيب انا هروح مع حضرتك مره ثانيه للمنتخب وبعد كده نرجع نكمل كلامنا بالنسبه للنادي الاهلي. محمد صلاح تحديدا يعني نتكلم بقى على المشاركات بتاعت المحترفين بتوعنا، بس انا عايز اقف عند محمد صلاح لسببين. اولا نظرا للظروف اللي بيمر بيها محمد صلاح وليفربول بالكامل في الفتره الاخيره، واكيد يعني بتنعكس بالسلب حتى على التركيز، دي نقطه. النقطه الثانيه فكره ان محمد صلاح بقاله حوالي سنتين تقريبا ممكن مش بيشارك مع المنتخب، فشايف عودته للمشاركه مع منتخب مصر ممكن تكون عامله ازاي المره دي؟ لا انا بعتقد ان هو في احتياج، يعني في احتياج يرجع لوطنه شويه، اسرته، يشوف اسرته، يشوف يعني دي انا بعتقد مع الاحباط اللي عنده وزي ما حضرتك قلت النتائج اللي هي غير متوقعه بتاعت ليفربول طبعا، فاعتقد هو محتاج، هو في التوقيت ده هو محتاج يرجع مصر ومحتاج يلعب مع مصر ويمثل مصر ويلعب ماتش دولي، اعتقد دي نفسيا يعني هو في احتياج ليها في التوقيت ده، هو يعني توقيت مناسب ان هو يجي ويلعب يمثل مصر في ماتشين، ماتش كينيا وماتش جزر القمر 25 و30 تقريبا، هو في احتياج ليهم الحقيقه، اعتقد دي هترفع معنوياته اكتر، تدي له ثقه، يغير الاجواء بتاع نادي ليفربول، هو محتاج التغيير الاجواء ديت، اجواء اللاعبين والمدير الفني والملعب، يجي يتمرن مع نجوم مصر ومنتخب مصر ويمثل مصر ويشوف يعني اعتقد هو في احتياج ليها. طب بالنسبه يعني باقي اللعيبه الدوليين عندنا زي ما انا ذكرت تريزيجيه، وعندنا النني، وعندنا المحمدي برضو في انجلترا، عندنا مصطفى عندنا محمد، عندنا بالظبط مصطفى محمد لاعب الزمالك الاسبق، يعني عندنا اسامي كتير لمعت في نوادي عالميه، فبرضو حضرتك من وجهه نظرك دي خطوه جيده عودتهم مره تانية لعبهم مع المنتخب المصري، يعني اكيد ازاي بتشوفها برضو دي؟ أكيد. يعني اكيد من انهي، هو اي لاعب في اي مكان اعتقد بيبقى حريص على موضوع تمثيل بلده، ده بيبقى دي حاجه كويسه حتى تاريخيا، لما يجي بيصنع تاريخ ليه مهم جدا ان هو يحقق نتائج كويسه ويلعب ماتشات دوليه كتير، دي حتى بترفع اسمه وقيمته مع النادي كمان. يعني محمد صلاح لو ما بيلعبش منتخب مصر وبيلعب في ليفربول بس، لا اعتقد اداؤه واذا كان في نتائج كويسه بيحققها مع منتخب مصر دي بترفع طبعا اكيد من اسمه وبتدي له ثقه على المستوى العالمي وعلى المستوى الدولي، مهم جدا. هل كان في اسماء معينه حضرتك كنت متوقع تشوفها ضمن قائمه المنتخب وما لقيتهاش لسبب او لاخر او العكس؟ ممكن يكون محمد ابو جبل حارس المرمى، اعتقد قد يستحق انه يكون موجود في منتخب مصر، انما هي يعني الاسماء كلها تقريبا اعتقد مقنعه يعني ومنطقيه. طب نروح بقى للاهلي مره ثانيه، وبرده
حابة أعرف وجهة نظر حضرتك. يمكن كنت حضرتك معانا برضو قبل ماتش فيتا كلاب أنا حسب ما متذكرة، واتكلمنا شوية وقلنا إزاي التوقع، والحمد لله الماتش كان أكثر من رائع، واللاعبين بتوعنا أو الفريق بتاعنا بجد لعب حاجة أو شرفنا بشكل كبير جدا، وزي ما تقال دي روح الأهلي عادت مرة تانية، وكان تعليقات كتيرة جدا إيجابية بصراحة عن هذه المباراة. يعني يبقى احنا كده يعني مش هقول النهاية، بس اخر مباراة لعبناها كانت مشرفة جدا، هنكمل اكيد على كده، وده اللي احنا متوقعينه، واكيد هو ده اللي كمان اللعيبة بيوعدوا بيه المصريين او الجمهور. يعني الماتشات القادمة برضو ازاي نحافظ على هذا المستوى من وجهة نظر كابتن محمود؟ اول طبعا لازم يكون الاعداد في منتهى الجدية، واعتقد ده يعني احنا مطمنين ان الجدية متوفرة، والطموح اللي موجود عند لعيبه النادي الاهلي وان هم يحققوا البطوله العشرة على مستوى قاره افريقيا، اعتقد كل الطموح ده موجود، وكلنا ثقه في لعبتنا. عندنا مباراه المريخ يوم 3 في السودان، وبعد كده هنلعب سيمبا يوم 9 ان شاء الله هنا في القاهره. عندنا فرصه كويسه ان نتصدر الدوري، سوري المجموعه، واعتقد المجموعه ما بتقابل تاني المجموعه المقابله اعتقد بتبقى افضل، ما فيش شك. اهول من العكس، اهول آه طبعا بتقابل الاول. وانت النادي الاهلي انت دايما مطالب انك تكون في المقدمه دايما. هل فتره التوقف دي يعني ممكن تبقى يعني فرصه جيده بالنسبه لبيتسو موسيماني لاعاده ترتيب الاوراق؟ طبعا جيده، والارتياح حتى من الضغوط النفسيه. يعني يمكن احنا في سياق حديثنا تطرقنا للموضوع دوت، لما في شك مهمة، أعتقد اللعيبة لازم يبعدوا عن الضغوط شوية، والجهاز الفني يبعد عن الضغوط شوية، وزي ما قلنا برضو التدريب، تخطيط النواحي التدريبية والبرامج التدريبية موجودة. اللعيبة تبقى أحيانا محتاجة أنها تبعد عن المباريات الرسمية، فرصة كويسة التقاط الأنفاس، والبعد عن الضغوط دي أعتقد دي في صالح لعيبة النادي الأهلي. دايما النادي الأهلي مضغوط، يعني ما هو ده اللي أنا كنت بقوله لحضرتك. هو وتحديدا نتكلم على الموسم يعني الماضي والحالي، في ضغط كبير جدا. ولكن أنا عايز أخش فنيات أكتر، يعني أكيد روح النادي الأهلي موجودة، أكيد اللعيبة عايزين يحققوا العشرة، أكيد كل الكلام ده، أكيد الاستعداد هيكون ربما كمان إن شاء الله في الفترة القادمة أفضل بكتير. ولكن أنا بتكلم من ناحية الفنية، أو حضرتك وجهة نظرك، الظروف السابقة من بعد ما رجعنا من المونديال كان في ظروف معينة، هل بتشوف دلوقتي الظروف اختلفت وبالتالي ده هيؤثر بشكل إيجابي؟ يعني أنا عايز أخش تفاصيل أكتر، مش من ناخدها من على الخارج يعني أو بشكل سطحي. لا، هو أصول الجانب الفني في عوامل كتير والظروف المحيطة أيضا اللي مروا بيها. طبعا أنت حضرتك بتتكلم عن النادي الأهلي. بتكلم عن النادي الأهلي. هو طبعا الأداء في الملعب ده حاجات كتير قوي بتأثر فيه، ما فيش شك. يعني استعداد اللاعبين واهتمامهم والبرامج التدريبية اللي بتتحط بشكل علمي، والهدف البطولة داخل عليها وعايز يحقق البطولة، بتكلم طبعا بشكل عام، إنما النادي الأهلي أكيد حاطط هدف أي بطولة بيشترك فيها، هو طبعا حاطط نص بعينه كده إن هو لازم يحصل على البطولات ديت. ف الناحيه الفنيه حاجات كتير، دايما تصحيح الاخطاء من قبل الجهاز الفني، بيراجع طبعا تحليل فني لاداء اللاعبين، ولازم المعلومات دي كلها توصل للعيبه. التحليل احنا بنحلل اللعيبه كلها الاداء الفني، ولازم يبقى في محاضرات نظريه ونطبق في الملعب اللي ناقصنا نعمله بشكل عملي. هي في النهايه كل الموضع من تخطيط سواء من قبل الجهاز الفني واداء اللاعبين في التدريبات، كل دوت في النهايه عشان نوصل فورمه رياضيه عاليه للعيبه في احسن حال، الفورمه الرياضيه بتاعتها تبقى هايله عشان نقدر نحقق الاهداف اللي احنا حاطينها. يعني كل ده بيصب في المباريات الرسميه، حتى طبعا بيبقى ليها دور طبعا كمان المباريات التجريبيه بيبقى ليها دور في الاعداد، اللعيبه اللي هي بتبقى ليها فتره ما بتشاركش بشكل اساسي. مهم دايما احنا نوفر الاجواء والبرامج تبقى محطوطه بشكل كويس، التنافس يكون موجود شريف بين اللاعبين وبعضهم، كل بيسعى طبعا. كابتن محمود، بس حضرتك شايف ان النقاط اللي بتقولها دي ما كانتش متوفره من بعد ما عدنا من المونديال وحصلنا على المركز الثالث يعني، ولا بسبب الضغط اللي كان موجود مثلا؟ يعني اكيد كل النقاط دي كانت متوفره يعني طبعا. ولكن احنا شاهدنا مش الاداء اللي احنا واخدين عليه من النادي الاهلي، بس الحمد لله الموضوع رجع، وده امر طبيعي بيحصل مع كل فرق العالم يعني. بس انا عشان كده كنت بتكلم تحديدا، الظروف كانت مختلفه وقتها عن دلوقتي، فربما ده لصالحنا.
مفيش شك الخروج من البطولات القويه والمجهود الكبير اللي بيتبذل والضغوط النفسيه مش عايز اقول استرخاء بس بتعمل نوع هدوء شويه عند اللاعبين، خصوصا انت لو حققت هدف اللي بتسعى ليه وخدنا مركز كويس، اخذنا بطوله افريقيا وخدنا المركز الثالث على مستوى بطوله العالم للانديه، مفيش شك انت حققت الهدف، فطبيعي كل وده يعني الشعور ده طبيعي بيبقى موجود زي ما حضرتك قلت في كل فرق العالم. بس بقدر الامكان التاثيرات السلبيه بتاعته لازم احنا نحاول بقدر المكان تبقى قليله شويه، وزي ما حضرتك قلت احنا استردينا برضو مستوانا وامكانياتنا ورجعنا لتركيزنا تاني. المباراه بتاع فيتا كلوب الحقيقه كانت خارج ملعبنا، ادينا بشكل جيد وعملنا مباراه كبيره وكسبنا 3-0 الحمد لله، رجعنا تاني لاستعدادنا والدخول بقى بشكل كويس في البطولات الكبيره ان شاء الله. ايه يا كابتن محمود اللي بيخلي لاعب معين تحس ان مستواه ثابت ايا كانت الظروف والملابسات وايا كان الخصم اللي هو بيلعب ضده، ولاعب تاني ممكن ما يقلش عنه حرفنه يعني عنده كل المقومات بتاعه اللاعب الحلو يعني، بس تحس ان هو مستواه متغير، حاجات امور معينه استجدت ينتج عنها تغيير في ستايله في اللعب، تغيير في حجم فعاليته في ارضيه الملعب. ايه اللي بيخلي لاعب معين دايما مستواه ثابت ولاعب تاني مش بالضروره؟ ممكن الاثنين يكونوا متقاربين في جداً المستوى، وممكن يكون اللي متذبذب ده مستواه اعلى من اللاعب اللي مستواه ثابت، بس ده متغير وده ثابت ليه؟ هو في لعيب يبقى عنده صفات اراديه الحقيقه كويسه، حريص ان هو يمثل النادي بتاعه، بيأدي التدريبات بشكل جيد، سلوكه خارج الملعب بيحافظ على نفسه، بيحافظ على راحته، سلوكه بشكل جيد، اعتقد دي نقطه مهمين جدا في لعيب الكره الحقيقه، ودايما الاستمراريه بقى، هو في لعيب بيبقى دايما عايز الاستمراريه دايما، اشتراكه في المباريات بشكل كويس، النهارده بيحاول يثبت وجوده انه مثلا بيمثل نادي النادي الاهلي يبقى لاعب اساسي، طموح دايما كريم بيه بيبقى الخطوه الجايه بيحاول ينضم لمنتخب مصر، حاول يبقى يلعب بشكل اساسي في منتخب مصر، الطموح في الفتره دي وفي الاجيال دي برضو زاد بقى مفتوح الاحتراف، وفي لعيبه عايزه تلعب على المستوى العالمي، والحمد لله عندنا نماذج هايله دلوقتي بتمثل لنا قدوه لعيبتنا، ما فيش شك هو لاعب واحد النجاح الكبير حقه محمد صلاح، ما فيش شك اثر على لعيبه مصر، حتى اللعيب الطفل الصغير عنده 4 سنين صحيح. وخمس نفسه يبقى زي محمد صلاح طبعا، في لاعب واحد بس، فما فيش شك يعني ده اللعيب اللي هو الحقيقه بيمثل نموذج وقدوه. في لعيب بقى يعني ما بياخدش الامور بجديه ويعني استهتار ولا مبالاه، اعتقد دوت وفي نماذج كتير يعني ما حققتش تاريخ، هو ممكن يكون بيندم ان الكره انت عارف حضرتك وقت محدود بتلعبه 10 12 15 سنه لازم تبذل فيها اقصى جهد وتطلع احسن مجهود وتعمل نفسك تاريخ، في ناس حافظه لعيبه بقى لها عشرات السنين مبطله وانما تاريخها في انديتها وتاريخها في منتخب مصر لحد دلوقتي بيفتخر بيه واولاده احفاده حتى يفتخروا بيه، دايما الانسان في اي مجال يحط يعني يبذل اقصى جهده ويحقق طموحه ويحقق اللي هو بيحلم بيه، بس دي طبعا بتحتاج مجهود كبير والتزام وحاجات كتير يعني. نورتنا كابتن محمود، شكرا لحضرتك جدا، سعدنا بوجود حضرتك معانا وسعدنا بوجودنا مع حضراتكم في حلقه النهارده، ان شاء الله بكره يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي، صباح الفل.